بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. ويبقى جهاد النفس والانتصار عليها أهم الانتصارات وأعظمها. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين. وموعد يتجدد معكم حلقة الخميس من ملك وكتابة تحمل الرقم 828، ويبدأها المهندس عدلي بجهاد النفس خير على إن شاء الله. شوف يا أستاذ إبراهيم، يعني الأيام عمالة بتحطنا في اختبارات. وأنا الفترة اللي فاتت دي أنا تحديدا اتحطيت في اختبارات، اختبارات صعبة جدا، لأن الحقيقة نالني الكثير من الافتراء والتقول ومحاولة الإساءة العمدة، وظننتها من المنافس او ممن ينتمون الي، ولكن نالني رذاذ ممن تصورتهم، يعني على الاقل كلنا في ظهر بعض. ويا ريتهم كانوا يعني بيتحدثوا من باب النصيحه، لان باب النصيحه لما كنا انا وانت استاذ ابراهيم اروح رافع سماعه التليفون واكلمك، اقوم اوضح لك انا قصدي ايه، اذا لم تقتنع تقول لي بس برضو انا بقول لك 1 2 3. ولكن لما تبقى النصيحه في شكل التنظير وعلى الهواء وكده يبقى مقصود بيها حاجات اخرى، وتخليك انت تشعر بغصه ناحيه ناس ظننتهم زي ما بقول لك مقربون. دي حاجه. الحاجه الثانيه، كل شويه واحد يكلمني يقول لي يا استاذ عدلي الحق فلان قال فلان حال، قالوا عليك كذا مش عارف في قناه ايه، قالوا عليك كذا، انت هتسكت؟ واحد من الناس النهارده عرفني بنفسه، طلبني كذا مره رديت عليه، قال لي انا مهندس زراعي والموضوع ما يخصكش لوحدك. قلت له في ايه بس؟ قال لي ده حد يعني تهكم. طب انا هستاذنك تحط نقطه. يا جماعه، المهندس عدلي القيعي مهندس زراعي، والتحق بكليه الزراعه وقت ما كانت كليه الزراعه بيلتحق بيها صفوه معينه على السلم التعليمي والسلم الاجتماعي بالمناسبه، يعني سيبكم مما قالت اليه الامور في الجامعه والدراسات والظروف اللي حصلت، لكن كانت كليه الحقوق وكليه الزراعه كليات الصفوة اجتماعيا وعلميا. فبالتالي لما انت مهندس عدلي ممكن يتحرج انه يتكلم عن نفسه. انا اتمنى بكل صدق والله، اي حد بيتكلم على سبيل انه هو فاهم انه لما يقول مهندس زراعي فيها نوع مما يقصد نوع من التقليل والعياذ بالله، يقول لنا بس هو نفسه خريج ايه، ببساطة شديدة، مع فوارق القدرات والمستوى والتعليم والقيمة وحاجات كتيرة قوي في التفاصيل، لكن هو أنت خريج إيه؟ هو أنت درست فين؟ ده أنت لو قعدت مع حد شوية هيسقطك في الإملاء. أنا صادق، هيسقطك في الإملاء بجد، مش في أي حاجة تانية ليها علاقة بالمهنة. فبالتالي أنت اختلف معايا في الرأي، اختلف في اللي أنا بقوله، لكن هتيجي علشان تقول لي اصل مهندس زراعي، طب هو ايه الفرق بين مهندس زراعي ومهندس مدني ومهندس عماره؟ على فكره نوابغ المجتمع ونبلائه كانوا خريجين كليه الزراعه، انا بقول لكم كانوا منها ابناء الصفوه الاجتماعيه والعلميه في مصر. ارجعوا للتاريخ وشوفوا. شوفوا واحد نابغه الاقتصاد المصري في تاريخه الدكتور كمال الجنزوري. خريج كليه الزراعه. حتى اللي بيتكلم ده ما هو ما يعرفش ان واحد زي الاستاذ مرسي عطله عليه رحمه الله من كبار كتاب الاهرام ومؤثريه ورئيس نادي الزمالك، ورئيس نادي الزمالك كان خريج كليه الزراعه، في مختلف حتى الفنانين، كابتن نور الدالي رئيس نادي الزمالك، كابتن نور الدالي، كابتن حسن حلمي رئيس، كابتن حسن حلمي النهارده بقى الاستاذ عادل امام. هو انا بس طبعا انا كنت هختم بيه، لان لازم اقول له كل سنه وانت طيب، يا زعيم، يا زعيم الفن، يا زعيم القضايا الهامة، يا ظاهرة. وهو ابن مدرسة كلية الزراعة. هقول لك ازاي.
انا عايز اتوقف شويه، هو مش شان خاص على فكره. طبعا انا لما دخلت كليه الزراعه عايز اقول لك انا دخلتها بتفوق علمي منحني المجانيه. انا كنت اقدر اخش كليه الهندسه واخترتها لان ابويا كان مزارع وبتاع، شاءت الظروف اتحطينا تحت الحراسه وانا في سنه اولى وده دليل قيمه مش دليل قيمه او مش قيمه. لا 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 حقيقة يعني انا عايز اقول يعني ايه، لا تبخسوا الناس. هو انت ليه تصورت ان انت كده غصتني يعني؟ انت كرمتني يا حبيبي، والله كرمتني لانك اعلنت ان انا خريج مؤسسه مش علميه بس. انت عارف كليه الزراعه بتتعلم فيها ايه؟ بتتعلم فيها اقتصاد طبعا، بتتعلم فيها وراثه، علم الوراثه. انت بتعرف الأمراض الوراثية والتهجين والقوة وإزاي تعمل إيه؟ هو علم الحياة. أنت بتتعلم فيها كيمياء، تشريح واقتصاد. أنت وحياة. بتتعلم فيها الحياة. ليه بقى الحياة؟ إحنا في مدرسة في كلية الزراعة كان عندنا ملاعبنا. يعني الملاعب استاد الجامعة وكلية الزراعة. لا زال. وفي كلية الزراعة كان عندنا مسرحنا. من هذا المسرح ومن هذا الملعب خرج العظماء. أنا كان مدير النشاط الرياضي الإمبراطور الزملكاوي حسين إمام. أنا كان زملائي في فريق الكرة اللي أنا بتفرج عليهم يعني ما مضيتهمش إبراهيم الخليلي طبعا ناجي أبو الدعاس السردباك بتاع القناة رحمة الله عليه، ميمة عبد القوي، همام الشريف، نخبة عظيمة من لاعبي الكرة اللي كانوا بيلعبوا في الدوري الممتاز. أنا من زملائي في قطاع الفن حدث ولا حرج. الزعيم كابتن الأستاذ عادل إمام ربنا يديله الصحة وكل سنة وهو طيب. والعمدة. والعمدة. صلاح السعداني. صلاح السعداني. لا مش كده، وأم حسينة توفيق الممثلة العظيمة والمنتصر بالله. ومحمود عبد العزيز. الله. مش قاهرة، هو اسكندرية بس كان زميل أخويا، واخد بالك؟ كثير. انا مش بحصر، انا لو لميت لك هم ليه كليه الزراعه بتتميز؟ لانها حياه، مدرسه فيها الملعب وفيها المسرح وفيها، هي مدرسه اجتماعيه. كان الناس لما تحب تتفسح في الجامعه كانوا يروحوا كافيتيريا كليه الاداب وبعدين يجوا يستمتعوا يقضوا يوم في كليه الزراعه في الملاعب والمسرح ويلتقوا كل هؤلاء. فأنا كلية الزراعة يعني ادتني منهجية في تفكيري، ادتني، دعمتني في ان انا اعرف افكر ازاي واتقبل التحديات ازاي. فأنا فخور ان انا مهندس زراعي، وبقول لزميلي العزيز انت زعلان ليه؟ ده الراجل كرم المهندسين الزراعيين الا انه اتاح لنا الفرصة ان الناس تفهم ان كلية الزراعة النهاردة احد اهم روافد النجاح للاقتصاد المصري. طبعا طبعا، الدولة بتتجه له بقوه. لا والامن الغذائي. وهو بيجي من ايه؟ انت اذا كانت مساحتك محدوده يبقى الفدان اللي بيجيب 10 ارداف بيجيب 20. بالعلم والمهندس الزراعي الري غير هذه الكليه تعطيك كيف تكون مواطنا لك من الإيجابيات والتفرد والشخصية واتخاذ القرار على كل النحو اللي أنا مش أنا اللي وريت لك بيه العظماء سليف الذكر. وهقول لو بص عليها يلاقي المهندس حلمي حسن حلمي والأستاذ مرسي عطا الله وكابتن نور الدالي. أيوة بس التلاتة دول من غير ما نفحت التلاتة يخلوا يسكت من غير ما نفحت وندور يعني. طبعا وكلهم من عظماء طبعًا ورموز وتاريخ وتاريخ مش الزمالك بس والحركة الرياضية زي ما انت بتقول. فكرمني من حيث أراد أو ظن أنه قد يسيء إلي، أشكره. وهذا النوع من جهاد النفس هو اللي بيديك التفكير الإيجابي. أنا لو خدتها بمعنى إيه مش عارف، أمال أنت إيه؟ وأعب على فكرة والله أستاذ إبراهيم، أنا كل كلمة اتقالت عليا كان عندي عليها رد ترند ترند. وكان بقى كل معركتي في الحياة كيف أخرج منتصرا على نقط ضعفي وألا أنساق إن أنا حفل على اللي بيحفل. فالحمد لله أنت أجمل كده يا باشمهندس، خرجت منتصرا على هذه. وأنا عشان كده بقول لك إنك أنت أعظم الانتصارات جاهد نفسك. وأنا الأوان بقى إن إحنا نرجع الأمور لطبيعتها. صحيح. مبروك لنادي الزمالك النهاردة فوز ببطولة، شوف حلوة إزاي، بطولة كرة اليد حلوة ولذيذة. وهم
يسعدوا ببطولاتهم واحنا نسعد ببطولاتنا. فريق كره اليد كسب 3 بطولات قبل الموسم، احنا ما كناش متخيلين ده يحدث. اذا هو الحياه انت فيها تسعى الى التفوق، فاذا انت متفوق لكن مش لوحدك، معاك اخرين بيجتهدوا. لعل الزمالك في هذه اللحظه يحتاجوا هذا النصر اكتر مننا. فاحنا بنبارك لهم وبنقول لهم الى مزيد من التقدم، ولكن الاهلي ياتي من حيث اريد الى في المقدمه. وعايز اقول حاجه يا جماعه، جربوها، قول للفائز اقوى حاجه في جهاد النفس يا استاذ ابراهيم ان تنتصر بثقه دون غرور، فتاخذ بيد الخاسر وتربط عليه وتخفف من ألامه. الخاسر بقى لا ينكسر وبشموخ ونبل الرياضة يذهب إلى، يعني ما تعمل ممر شرفي وانت كسبان ولا حاجة، طب اعمله وانت خسران للكسبان كل حاجة طبعا. إذن جهاد النفس والانتصار عليها، هذا ما تريده من الرياضة، ما تعلمه لنا الحياة. جربوه هترتاحوا جدا. واوعى تفتكر اللي بيحفل عليك ده شاطر، لان التحفيل ده صدقني ده في ناس متفوقه جدا في النقطه دي والفوا عليها كتب. صحيح صحيح. ده كلام مهم جدا في حلقه زي ما قلت لكم جايه في توقيت اهم ايضا، وهذه ابرز عناوينه. مقالي ومقاله، الحساب على ما ضاع. الغربال، نظرية زويل واستشراف المستقبل. وبعظمة لسانه لا شيء بعد. والشموع الحمراء عن إمام الحديد. وفي أسرار الملك مختار مختار. ومجلتنا اليوم ومن 40 سنة. ده عناوين حلقة النهاردة اللي أنا بقول لكم جاية في توقيت مهم، لأن الأهلي على موعد غدا إن شاء الله تعالى 10 مساء الجمعة استاد القاهرة، الأهلي والترجي، مباراة العودة في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، الموسم اللي الأهلي بيبحث فيه عن كل مفقوداته واستردادها، وايضا ملاحقه الاميره بفكره باشمهندس اصبح مختلف عن المراحل الاولى. قال لك الاهلي بطل المرحله الاقصائيه. هو ده ما اتمنى ان اشوف من كام سنه، بقول لك انا بخاف جدا من مرحله دوري المجموعات وما قبلها دور الـ32. ايوه، لان احنا ما بنبقاش زي ما بيقولوا ايه بالمعنى الدارج، ما كناش سخنا بقى. لكن بمجرد وانت ده ما اللي بيجي دور المجموعات بيجي في خلال انت عمال بتشارك في بطوله كاس العالم للانديه، فانت بترجع على ماتشات وانت يعني مستهلك من المشاركه في البطوله، بطوله كاس العالم للانديه. فما بتلحقش تستعيد توازنك الا تدريجيا. والحمد لله الاهلي ينفرد بانه الفريق الذي اذا ما وضع في خطر انطلقت كوامن القوة عنده. وكلنا كنا بنقول كده، ولذلك أنا بقول لك يجب أن نستشعر الخطر غدا. اوعى تفتكر الماتش سهل، اوعى تفتكر الماتش سهل. احذر النمر الجريح. وفي كل الأحوال الترجي هذا الفريق العريق الكبير هو نمر، نمر له كبرياءه لا وقوته وتاريخه لا 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 لا، فاحذر النمر الجريح. ده كلام مهم جدا. التحذير لمين؟ من بيده الامر والخطه والطريقه مستر مارسيل كولر. هل عنده هذا الحذر ولا عنده اطمئنان ولا عنده ثقه ولا عنده قلق؟ ماذا لدى مستر مارسيل كولر قبل ساعات من المواجهه نشوفه؟ Wenn es 0-0 wäre. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu wissen, weil wir auch wissen, dass Esperance beim Hinspiel auch die eine oder andere Möglichkeit gehabt hat. Und
dementsprechend auch das Spiel hätte ausgeglichen gestalten können. Also darum ist für uns sehr wichtig, dass wir den Fokus bei uns haben, dass wir konzentriert sind und so wie jetzt die Mannschaft die 2-3 Tage trainiert hat, bin ich überzeugt, dass wir das auch auf den Platz bringen. في البداية أنا عايز أقول إن إحنا داخلين ماتش إن شاء الله بكرة والنتيجة بالنسبة لنا 0-0 ولازم نخش بالعقلية دي لأن المباراة الأولى أظهرت لينا إن الترجي كان خلق فرص كان عنده خطورة في بعض الفرص كان في بعض اللقطات من المباراة كان كمان الترجي ند لينا وكان مستوى متقارب فبالتالي إحنا مش هنستهتر أبدا بالمنافس منافس قوي فريق كبير وإحنا ناخد الأمور بجدية لازم نكون مركزين جدا محددين أهدافنا كويس وده اللي انا شفته كمان من اللعيبه اليومين اللي فاتوا ان هم كانوا في قمه تركيزهم في التدريبات وعشان كده ان شاء الله متاكد ان هم بكره هيكونوا في قمه تركيزهم. طبعا ما فيش حاجه اسمها ماتش سهل وماتش صعب. احنا خلصنا اول شوط واشتغلنا وحضرنا للشوط الثاني ويعني الفرقة الحمد لله احنا ركزنا كويس ومحضرين كويس وان شاء الله نعمل نتيجة كويسة ان شاء الله الشوط الثاني. Das ist natürlich wichtig oder genau ist ein wichtiges Spiel für uns, aber wir haben wie gesagt ein großes Kader mit viel Potenzial und wenn einer ausfällt, wenn einer verletzt ist, dann muss ein anderer einspringen und er muss dann auch Leistung bringen und ich bin überzeugt, dass das morgen auch der Fall sein wird. عندنا قائمة كبيرة من اللاعبين كلهم على مستوى عالي بالتأكيد الشناوي لعيب مهم بالنسبة لنا ولكن قائمة النادي الأهلي كل واحد بيلبس فانيلة النادي الأهلي لعيب كويس لعيب كبير ويقدر إن هو عنده من الإمكانيات إن هو يقدر يعوض عندنا حراس تقدر تعوض غياب الشناوي إن شاء الله سواء بكرة أو حتى بعد كده. Mannschaften mit einem großen Vorsprung dann zum Gegner zum zweiten Spiel hingefahren sind und dann noch eine größere Niederlage angefangen haben und sich dann der Gegner qualifiziert hat und das wollen wir absolut verhindern. هو قطع كلامي على طول في وسط السؤال وقال ده بالظبط اللي انا مش عايز يوصل ولا ده طريق تفكيري خالص. احنا قلنا ان الماتش زي ما هاني قال ماتش مهم احنا نازلين بكره الشوط الثاني من ماتش عملنا منه شوط واحد بس لسه ما تاهلناش هناخد الامور بجديه ولازم ناخد الامور بجديه واحنا عارفين وشفنا في اوروبا نتائج كتير حصلت ان فرق قدرت تقلب النتيجه وتقدر انها بره ارضها تكسب بنتيجه كبيره واكتر كمان من الثلاثه. انا مش ناويين خالص ولا في تفكيرنا ان احنا ناخد المباراه دي ان احنا تاهلنا احنا لسه ما تاهلناش الامور بكره بجديه تامه مفيش حاجه اسمها ان احنا ناخد الامور بالشكل ده. guter weiß ja noch gar nicht wer morgen auflaufen wird also ist das natürlich auch eine Frage die ich jetzt noch nicht beantworten werde oder kann weil wir auch noch eine Trainingseinheit haben ja also grundsätzlich ist so dass wir jetzt auch die Tage vor diesem Spiel konzentriert gearbeitet haben. Natürlich auch mit Freude, aber nicht jetzt irgendwie mit Überheblichkeit oder Hochnäsigkeit, damit wir das Spiel jetzt völlig falsch angehen könnten. Ich habe auch in Besprechungen immer wieder darauf hingewiesen, dass das erste Halbzeit ist und dass wir zwar gewonnen haben, aber das kann sehr schnell wieder kippen und von daher, was ich am Anfang gesagt habe, müssen wir ins Spiel gehen, wie wenn es 0-0 wäre. وحضرتك لسه مش عارف التشكيل وانا كمان لسه مش عارف التشكيل ما عندناش غيابات على فكره خالص الحمد لله وبالتالي موضوع ان انا هريح ناس او ان انا هغير لا مش وارد حاليا خالص في دماغي لسه ما حطيتش التشكيل لسه عندنا تمرين النهارده بعد تمرين النهارده هقدر احدد قائمه المباراه واقدر ان انا اشوف مين اللي هيلعب لكن تاني مره تانية انا بكرر احنا مش بنتعامل مع المباراه دي خالص انها مباراه تحصيل حاصل احنا بنتعامل مع المباراه بمنتهى الجديه وانها شوط تاني دي محاضراتي مع اللعيبه الايام اللي فاتت اللعيبه كانت مركزه بتتمرن كويس بيتمرنوا باستمتاع لكن احنا ما عندناش لا تعالي ولا غرور الكوره ما فيهاش ان الواحد يتعالى عليها ممكن اي حاجه تحصل وده احنا مش عايزين نسمح بيه وبالتالي احنا مركزين في هدفنا تشكيل اكيد مش هعلنه دلوقتي ولا هقوله دلوقتي ولا في وارد خالص في حساباتي ان انا اعمل تغييرات ما فيش ماتش سهل وبعدين احنا في نص النهائي يعني كل اللعيبه مركزه وكله يعني في اعلى تركيز فريق ترجي فريق كبير
واحنا كلنا بنحترمه وكلنا اشتغلنا وحضرنا للماتش ده كويس جدا جدا عشان الماتش ده مهم جدا بالنسبه لنا. وما اعتقدش ان في حد بيفكر غير كده يعني, بس هو ده تفكيرنا في الماتش ان كله مركز وده ماتش كبير بالنسبه لنا. Ja, Percy war natürlich ein bisschen schwierig. Als wir angefangen haben hier, war er verletzt, hatte eine Muskelverletzung. Wir haben ihn zurückgebracht, er hat dann wieder gespielt und ja, nach wenigen Spielen hat er schon wieder eine Muskelverletzung gehabt dann. Und ja, er war natürlich auch ein bisschen ungeduldig, weil er, als er dann wieder fit war, wollte natürlich immer spielen, er wollte immer von Anfang an spielen, wollte immer 90 Minuten spielen, wie alle anderen Spieler eigentlich auch. Und ich musste ihn dann ab und zu ein bisschen bremsen oder mal eher ein bisschen eine Pause geben. Aber er hat sich dann natürlich weiterentwickelt. Also er hat natürlich auch durch unseren Staff hat er gut trainiert, hat gute Arbeit gemacht. Er hat im Training auch, das ist natürlich auch immer dann intensiv, wenn wir trainieren, da war er auch immer gut mit dabei. Und jetzt ist das seine Leistung, die er bringen kann persönlich, weil er die Kraft und Power hat. Und natürlich auch die Mitspieler, die um ihn herum spielen. Die forcieren ihn natürlich auch, die helfen ihm auch. Und das ist jetzt aktuell, passt das sehr gut zusammen. Dann das zuerst und dann. Ja. الجزء ده الاول على بيرسي وبعدين نخش على الجزء الثاني من السؤال. بالنسبه لبيرسي, احنا اول ما مسكنا الفرقه كان بيرسي مصاب اصابه عضليه, رجعناه تاني بعدين بعد فتره صغيره لعب ماتشين او ثلاثه وراح متصاب اصابه عضليه تاني, فبدانا ان احنا نعمل له برنامج مخصوص عشان يرجع بشكل صحيح ان احنا نستفيد منه اكبر استفاده ممكنه. هو كان في الاول مشكلتي معاه اكتر كمان ان هو ما كانش صبور, عايز او ما رجع من الاصابه الثانيه عايز يلعب 90 دقيقه مره واحده, عايز يلعب على طول ويشارك. انا كنت لازم افرمل ده عشان اقدر ارجعه خطوه بخطوه لغايه لما اقدر ارجعه لمستواه تاني. بمساعده الجهاز الفني اللي معايا قدرنا ان احنا نرجعه تاني ونطوره في ادائه, ان احنا نطلع منه احسن حاجه. لكن ما ننساش برضو بيرسي مش بيلعب لوحده, في ناس حواليه كتير, ناس اللي بتلعب في ظهره مساعدان ان هو يظهر بالمستوى ده, الناس اللي حوالين بيرسي في الملعب مساعدان ان هو يظهر بالمستوى ده. لكن احنا قدرنا بمساعده الجهاز مره تانية ان احنا نطوره وان احنا نطلع منه باحسن حاجه ممكنه. هو بيأدي اداء كويس جدا لانه عنده من القوه والباور ان هو يقدر يساعدنا في كل ماتشات. Gut, wir brauchen natürlich die Fitness, wir brauchen die Lockerheit auch, die entscheidend ist. Aber wir haben jetzt schon 3 Titel geholt und wir wollen noch mehr. Also dementsprechend ist das Entscheidende die Konzentration der Spieler, es ist entscheidend die Fitness der Spieler und da sind wir gut drauf. Und wenn der eine oder andere vielleicht eine Verletzung hat oder ein Problem hat, dann schauen wir das an und dann ist natürlich der Nächste, der dann reinkommen könnte, ist dann wieder entscheidend, dass er auch diese Leistung abruft. Und das hat die Mannschaft bis jetzt hervorragend umgesetzt. Und so wollen wir auch die nächsten Spiele bestreiten. بالتأكيد محتاجين لياقة بدنية كويسة, محتاجين إن إحنا نكون مركزين على أهدافنا وإن إحنا نكون بنتعامل معها بهدوء. إحنا حصلنا لغاية دلوقتي في وقت قليل على 3 ألقاب, لكن إحنا لسه متعطشين لألقاب أكتر من كده بكتير وعندنا أهداف أكبر من كده بكتير. بالتأكيد محتاجين لياقة بدنية, محتاجين القوة الفترة اللي جاية, محتاجين تركيزنا الفترة اللي جاية. ده هيجي بالشغل وهيجي كمان بان لو لا قدر الله لعيب مصاب او مش قادر او بعوضه بلعيب تاني في بعض الماتشات, ان اللعيب اللي ينزل برضو يكون على نفس الاداء ويدي نفس المردود. والفريق لغايه دلوقتي بيعمل ده بشكل عظيم جدا, الفرقه بتنفذ كل اللي انا عايزه احسن ما انا اتمنى كمان, واحنا ماشيين كويس جدا لغايه دلوقتي ونتمنى ان احنا نفضل على المستوى ده. Ich denke, dass das natürlich immer ein bisschen abhängt. Ich glaube, wir haben ein gutes Spiel gezeigt gegen Esperance auswärts und wenn man dann 3-0 gewinnt und kein Tor bekommt, dann ist das sicher gut. Aber ich bin jetzt auch schon lange im Geschäft und ich weiß auch, wir haben das Spiel auch nochmals besprochen und wir haben auch gesehen, dass Esperance auch Möglichkeiten hatte, aber kein Tor erzielt hat.
und wir wissen, dass das jetzt im Rückspiel natürlich auch möglich ist, dass sie Tore schießen können. Und darum ist für uns wichtig, dass wir von Anfang an sehr konzentriert in dieses Spiel gehen. بالنسبة للشق الأول من السؤال هو أما تلعب بره أرضك وتجيب ثلاث أهداف وما تستقبلش أهداف فبالتأكيد ده دليل على إن إحنا كنا كويسين أو أدينا أداء كويس جدا زي ما أنا كنت عايز. ولكن في على الناحية التانية برضو ما ننساش إن الترجي لعب ماتش قوي وإن هو كان في أوقات كتير من المباراة مسيطر عليها وأضاع فرص وده اللي فرق معاه إنه ما جابش أهداف وده ممكن لا قدر الله يحصل في ماتش بكره عشان كده لازم بكره نكون مركزين جدا ونتعامل مع الماتش بجديه وبتركيز عشان خاطر ما نسمحش ان يحصل فينا اي مفاجآت غير سعيده. Und das andere ist, Fußball ist leider kein Wunschkonzert, also wir können nicht auswählen, was wir gerne hätten. Und von daher habe ich eigentlich schon lange damit aufgehört, irgendwie ich würde gerne lieber gegen die spielen als gegen die. Wenn wir ins Finale kommen sollten und das uns morgen gelingt, dann können wir dann Tag danach können wir das Rückspiel noch anschauen und dann nehmen wir das, was kommt. Und ja, das können wir nicht beeinflussen. أنا بقالي كتير قوي في الشغلانة دي وتعلمت منها إن كرة القدم مش مكان للتمنيات. اللي هيجي هنقابله انا مش بختار وتعلمت كمان في الشغلانه دي ما اقولش نفسي اقابل ده او نفسي اقابل ده كره علمتني ساعات اتمنى حاجه وتطلع مش كويسه احنا هنخلص ماتش بكره لو اتاهلنا ان شاء الله وبنتمنى ان احنا نتاهل بكره احنا لسه ما اتاهلناش نتمنى نتاهل بكره بعد التاهل بكره ان شاء الله لو اتاهلنا هنتفرج على ماتش التاني يوم السبت ونشوف المنافس اللي هيفوز وهنبتدي نستعد ليه ايا كان مين اللي هيقابلنا انا واحد واثق في فرقتي واحنا كلنا واثقين في بعض واحنا كسبنا ماتشات كتير بره ارضنا فده مش حاجه هتعطلنا خالص ان احنا ناخد البطوله يعني احنا زي ما قلت لك احنا بنشتغل وبنحضر لكل ماتش كل ماتش ليه ظروفه انت بتلعب بره ارضك بتلعب جوه ارضك كل ماتش ليه ظروفه كل ماتش ليه حساباته كل ماتش ليه تجهيزاته فاحنا بنشتغل بناء على ده وزي ما الكوتش قال احنا لسه ما نعرفش اصلا هنلعب فين ولا هنلعب مين مجرد ما احنا دلوقتي كل تفكيرنا في ماتش بكره نخلص ان شاء الله ماتش بكره وبعد كده بقى نجهز ونحضر اللي جاي ان شاء الله. شوفوا عشان ما نعيدش الكلام انا هقول لك رايي في مؤتمرات مارتن كولر وهو بدأ يظهر جانب آخر في شخصيته الحقيقة عندما يتحدث يعني قبل كده قدم لنا أما قال أنا قعدت مع محمد شريف واتفرجت معاه عشان يرجع له ثقته وإذا كان بيحرز الأهداف وانت هداف كبير ونزل وهدفه النهاردة وهو يتحدث عن بيرسي تاو قال لك بيرسي تاو كان متعور بعدين أشركناه اتعور تاني هو عنده شغف أنه يرجع بسرعة يلعب 90 دقيقة لكن احنا ما بنشتغلش بالذهنيه دي احنا بنشتغل على التجهيز المتدرج اللي يخلي اللعيب ما يخاطرش بالاصابه وفي نفس الوقت يصل الى اعلى معدلاته بيتكلم على نقص الصفوف بيتعامل معاها ازاي قال لك انا طبعا الكابتن الشناوي ده عظيم جدا واللعيب عندنا ولكن انا بقول لكم الفريق فيه عناصر تخليني ما اقلقش كله جاهز وكله متقارب وكله عارف مسؤوليته واحنا بنشتغل كتيم مش كحالات فرديه حتى هو بيتحدث عن تألق بيرسي تاو قال هو بيساعد الفريق بس الفريق بيساعده جدا وانا ما عنديش حد اسمه يعني ما معناه نجم الفريق عندي فريق كله بيساعد بعضه. النقطه الثانيه الايجابيه فيه انه تحدث كما نريد او كما تمنينا احنا واحنا تاهلنا انتوا عمالين تكلموني على الماتش الفاينل وعايز تقابل مين في الفاينل وقابل مين في الفاينل وعجبني ان يتطابق كلامه مع تعليقات الكابتن هاني اللي برضو تشعر بالنضج في اجاباته وانه بيطمنك ان ده راي الفريق مش رايه فقال لك احنا لعبنا شوط كسبنا 3 وحاجه كويسه جدا عملنا ماتش كويس قوي ولكن المنافس اللي له احترامه وله تقديره عندنا هيلعب الشوط الثاني ولم نتأهل بعد مش ممكن افكر انا في النهائي قبل ما اتأهل ويوم ما اتأهل يوم السبت هبتدي افكر على ضوء المنافس اللي جاي لي وكما نوهنا انا وحضرتك قبل كده
هو تتمنى مين يجي لك؟ اتمنى بقى انا كويس، مش مين اللي يجي لي بالظبط. وقال لهم ما حدش بيختار المنافس بتاعه. انت امكانياتك ايه وهتتعامل ازاي مع اي منافس يجي لك؟ ده المهم. فهو والكابتن هاني اكد على هذا المعنى، منتظرين ان يشوفوا ماتش بكره هينتهي الى ايه، وباذن الله ينتهي كما نريد، وبعدها لكل حدث حديث. ودي بقى الهدوء والواقعيه واللي بتدي لك سماته الشخصيه، انه بيشتغل على التفاصيل. الراجل ده بيشتغل على التفاصيل وبيشتغلها بهذا الهدوء وهذه الصرامه المغلفه ب ايه ده؟ يعني ورق سلوفان بياخد القرارات الحاسمه. القاتل الوديع. لا يعني قرار حاسم بدون شخط ولا ناطر ولا زعيق ولا يعني تعليقات صارخه ومدويه. لا هو الراجل يعني عارف طريقه. بس انت كنت وريتني صوره الحقيقه لكولر. صحيح مارسل كولر كما لو كان فعلا الاغدار كانت بتخبئ حاجه لعلاقته بالنادي الاهلي. وهو لعب في سويسرا يا جماعه، شركه الملابس اللي كانت بتلبسهم كانت بتلبس الاهلي في نفس التوقيت. شايفين التطابق اللي على الشمال ده؟ الكابتن محمد عبد الجليل وقت ما كان في الاهلي والاهلي كان بيلعب بالفانيلا دي. شايفين مارسيل كولر وهو لابس فانيلا نادي السويسري؟ هي نفس الفانيلا بنفس التصميم. يعني حاجه غريبه كما لو كان بيرتبط. بيشاور انا جاي لكم البسها تاني، البسها تاني. مطلع التسعينات الحقيقه 93 94 حلو الربط ده. وهو الراجل سبحان الله قدريا كده كان عنده هذا الربط. مارسيل كولر زي ما انتم سمعتوا كلامه، في كتير من شخصيه النادي الاهلي، في كتير من سمات الشخصيه نفسها، الهدوء الشديد جدا، ما بينفعلش ابدا، وضوح الرؤيه، عنده رؤية استراتيجية باستمرار. رقم اتنين انه هو مؤمن ان انت فريق كبير عندك عدد كبير من اللعيبة، فما فيش حاجة اسمها مين اساسي ومين احتياطي. قال لك انا غايب مني دلوقتي الشناوي حارس كبير جدا، بس انا عندي حراس تانيين وعندي ثقة في اللي هيلعب، مش بس المباراة دي حتى المباريات اللي جاية، لانه كمان هو اضطراريا كده الشناوي هيغيب الثلاث مباريات الجايين في الدوري للإيقاف. فإذا كان هيغيب عن مباراة الترجي للإصابة، الثلاث ماتشات اللي بعديهم في الدوري هو موقوف. فبالتالي علو لطفي أو من يختاروا الجهاز الفني عندنا كل الثقة فيه، عندنا كل الثقة في أنه الجهاز الفني مجهزه بشكل كويس. وإلا أنت بتتكلم في علو لطفي قبل كده خد مباريات صعبة جدا في نهائيات وخد مباراة قمة وكان عند حسن الظن بيه. فلعلي لطفي ولكل زمايله كل ثقة. والمارسيل كولر الحقيقة كل التحية على البصمة اللي واضحة في لعيبة كتيرة في الفريق على المستوى الشخصي وعلى المستوى الجماعي، بصمة مارسيل كولر وضحت عليهم فعلا. أدائهم وشخصيتهم وتعاملاتهم حتى في الملعب اختلفت كتير. طيب إذا كان ده رأي مستر مارسيل كولر، عنده كل التركيز وكل الاحترام للترجي. مدرب الترجي الاضطراري، انتوا عارفين ان كابتن علي معلول استقال بعد المباراه اللي فاتت، لكن كابتن نبيل معلول عفوا. طيب كابتن انيس البوسعيدي هيتولى قياده الترجي امام الاهلي. قالوا كتير معين الشعباني، قالوا كتير موسيماني، وقالوا يعني، لكن هم اختاروا حد. تم اسناد المهمه لانيس البوسعيدي، نشوفه في المؤتمر الصحفي شايف مواجهه الاهلي ازاي. حاضرين على المستوى البدني، على المستوى الذهني ان شاء الله نكونوا في الموعد. كرة قدم فيش احكام مسبقه، كل مقابله 90 دقيقه، كل شيء ممكن. ان شاء الله نكونوا في الموعد، خاصه على المستوى الذهني وعلى المستوى التكتيكي. ان شاء الله نتلافوا الاخطاء اللي قمنا بها في المقابله الفارطه ونحاولوا نصلحوا المقابله هذه ان شاء الله. باش نرجع للسؤال نتاعك، شوف ترجي وبصفه عامه الفرق الكبيرة مجموعة كاملة، مهما تكون الغيابات، مهما تكون الأسماء الموجودة سو تيران، راي الناس كل لازمها تكون ستابل وعندها روندمون موجود. دونك بالنسبة لنا احنا المجموعة متاعنا سي فري فما عديد الغيابات اللي هما مؤثرين، تحب ولا تكره مؤثرين. مي بالمناسبة هذه معناتها الترجي الرياضي التونسي راهو عنده مجموعة طيبة، عنده لاعبين صحيح
فما نقطة زادة ما حكيناش فيها في المقابلة اللي فات لي. الترجي الرياضي التونسي عنده مدة مجموعة جديدة بريسك مقابلة الذهاب، عندك فريق الأهلي بريسك 18-19 لاعب لاعبين أدوار نهائية ودور نصف نهائي، نحن عندنا بريسك 4 لاعبين فقط اللي لعبوا دور النصف النهائي. هذه كل معناتها عمل خبرة، معناتها عنده قيمته في المقابلات هذوما سيرتو معناتها باش يلعب ضد فريق محترم كيما الأهلي. بالنسبة لنا نحن الترجي الرياضي التونسي عندنا مجموعة طيبة كيف كيف، عندنا حراس موجودين عندنا ثقة فيهم. الكرة فيها أخطاء، وإذا ما فماش أخطاء ما فماش أهداف باش توصل تصلح من روحك وتطور من روحك إلا ما يصيروا الأخطاء. عندنا ثقة في الحراس نتاعنا الموجودين، عندنا ثقة في الدبشي، إن شاء الله بقدرة ربي غدوة يكون حاضر كما يلزم شي عادي مقابلة كبيرة ويوصل ميساج باهي لصاريب في الكرة. بالنسبة لي أنا كما قلت لك تو الترجي الرياضي التونسي والأهلي المصري ما تزعزعهمش هزيمة ولا انتصار. نشوفوا الأهلي ضد سان داونز خسر 5 يلقى روحه اليوم ديمي فينال ومتفوق 3 بلاش في مقابلة الذهاب، يوريك للكرة فيسع الدور. معناتها الحاجة باهية في الفرق هذوما لازم ما يطيحوش رؤوسهم برشا، ما يتأثروش برشا، يخدموا على رواحهم. وفي الكرة معناتها باش تجيك أوقات صعيبة. الفرق بين الفرق الكبيرة والفرق الصغيرة اللي هي كيفاش تعرف كيفاش تخرج من الهزائم نتاعها. إن شاء الله قلت لك نحن عندنا فرصة، كرة القدم فيها فرص باش ترجع القيمة نتاعك، باش ترجع قيمة الشعار نتاعك، الببليك نتاعنا. ومقابلة الذهاب كما قلت لك نتويوها، فما حاجة زادة اللي هي زادة ساعدت الأهلي المصري في مقابلة الذهاب باش يكون مرتاح أكثر من اللازم، اللي نعرفوا قيمة جمهور الترجي اللي عنده قيمة كبيرة، اللي فما مقابلات اللي يكونوا فيها حتى مي فورم الجمهور يدز معاك ويأثر حتى على الإكيب الموجودة في الملعب. بالنسبة لي نحن تو عندنا هدف كما قلت لك تو مقابلة غدوة، نعملوا اللي علينا، نبلوا المريول نتاعنا، وابريتو كرة قدم فيها ربح وخسارة، إن شاء الله نكونوا حاضرين إن شاء الله. قبل اللي فاتت حس بشوية أوجاع، خليناه البارح مع الإطار الطبي، خليناه ما حبيناش ناخذ الريسك، خليناه يداوي. دونك البارح عمل حصة العدوى نتاعو 90% ان شاء الله باش يكون حاضر في المقابله ان شاء الله. تعرف باش نعرج شويه على كلام معز، فما نوادي يعني في العالم الكل في المواسم ديما في اي نادي في العالم تجي فتره فراغ. احنا مالوريزمون جاتنا في البريود ديسيزيف يعني المهمه في النادي، يعني غيابات اصابات طولت شويه الفتره هذاك، علاش يعني احنا نحاول نحافظوا على اللاعبين اكثر ما يمكن باش نوصلوهم ان شاء الله اليوم مقابله جاهزين 100%. كي باش تعدي روندمون وباش تكون حاضر، حتى يرحم والديك ما يقولوهاش هذيك خدمتك وكل شيء. مالوريزمون كي تغلط سورتو غارديان بيوت ولا لا قدر الله تبدا مي فورم ولا حاجه تلقى الشبكه قدامك. دونك بالنسبه لي نحن وبالنسبه للدبشي بيرسونيلمون عندنا ثقه فيه كما قلت لك. الحاجه اللي حكينا معاه وكل شيء اللي هو يخدم قاعد يحب يتو مروح. وكما قلت لك الكره فيها اخطاء، واذا اللاعب ولا الحارس ما يغلطش ما نجمش يصلح مروح. دونك سيفري هي جات في مومون صعيب شوي، مي بالنسبه لنا احنا عندنا ثقه فيه ان شاء الله يكون غدوه حاضر. وكما قلنا نعاود كلمه نتاع قبل الكره تدور فيه سما انت غدوه تعمل ماتش كبير تتولي جون غارديان ولا قدر الله معناتها فو با ولا مي فورم تلقى روحك الناس كل تنتقد فيك. الحاجه باهي اللي هو معناتها مازال صغير في العمر ومازال باش يتعلم ومازال باش يغلط، والكلنا مازلنا باش نغلطوا. ليسونسييل ديما كونفيونس في روحه، هذيك اهم حاجه، ديما ثقه في روحك، وما دامك تلعب في الترجي لازم تتحمل مسؤوليتك. شفنا يعني بعد الهزيمه القاسيه المدرب قدم استقالته، يظهر لي شاف اللي معاش كيما نقولوا احنا من الاحسن اللي يعطي دم جديد ولا مثال يغادر الفريق. نحب نشكره ساعة على الموسم اللي قضاه مع الفريق، خدم برشا وتعب برشا، لكن التوفيق بعض الاحيان ان شاء الله بعض الاحيان يعني ما يكونش موجود لعده اعتبارات. السؤال الثاني بالنسبه للسؤال الثاني الموسم شوف. طيب من الآخر كده المؤتمر ده بيترجم لنا احنا ايه؟ زي ما قلت لكم احضر النمر الجريح. الترجي نادي كبير جدا، والترجي مسلح
بدوافع مش محتاج حد، زي ما شفنا في المؤتمر كده وعلى لسان الكابتن اللي بيعبر عن اللعيبة، مش محتاج حد يقول لهم أهمية إن هم يرجعوا عشان يستردوا جزء من الأرض التي فقدوها في رادس. وهنا نقطة خطيرة جدا، هينزلوا بدوافع قوية قوية ما شافوهاش هناك. نقطة الإيجابية التانية، معاهم مدرب جديد، هذا المدرب الجديد مناخ جديد، دوافع جديدة، شغل جديد، فمؤكد هتشهد مناخ مختلف لمباراة العودة. طيب هي مباراة العودة بعد النتائج الثقيلة دي بيحصل ايه؟ أذكركم بقى، وللأسف الشديد ولازم أذكركم وأذكر نفسي، المباريات السابقة بتاعت سان داونز اللي خسرنا فيها 5-0، ما احنا رجعنا كسبنا في ملعبنا نفس الفريق وواحد، وكان ضاع يجي 3-4 أهداف. هتقول لي ده كان في ملعبه وده في ملعبي، أنا عايز أقول لك إنك أنت في الملاعب الجيدة تتساوى الكفات، وخصوصا الحضور الجماهيري مش هيبقى طاغي وهيبقى لائق برضو، لأن في الآخر إحنا بتربطنا بالترجي علاقات خاصة، أعتقد إن جمهورنا هيراعي ده. فإحنا كل اللي بنطلبه، كل اللي بنطلبه تاني وتالت ورابع، نتصور النتيجة هناك 0-0 ولا مناصة من تحقيق نتيجة إيجابية. أستاذ إبراهيم، ده المؤكد، لأنه الترجي فريق عنده قيمة وعنده كبرياء، أنه يتجرح كبرياءه في ملعبه من المؤكد أنه هيبقى عنده قوة مضافة جدا في مباراة العودة. لكن المؤكد أكتر أنه مارسل كولر ومحمد هاني زي ما عبر عن زمايله عندهم كل الحذر والتركيز في المواجهة إن شاء الله. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام مهم. ما تخافش على الأهلي. أهلا بحضراتكم من جديد. النهاردة سافرت بعثة الأهلي لكرة السلة إلى رواندا للمشاركة في بطولة دور السوبر الأفريقي. تعرفين أنه الأهلي تأهل ضمن 4 أندية عن مجموعة النيل، وكانت في 4 أندية أخرى تأهلت عن مجموعة الصحراء اللي كانت تصفيتها في السنغال. 8 أندية هيلتقوا في نهايات دور السوبر الأفريقي أو السلة الأفريقي اللي هيكون إن شاء الله تعالى في كيجالي في رواندا. الأهلي هيبدأ السبت دور الثمانية في مواجهة بطل رواندا، يعني هيواجه صاحب الأرض يعني على طول يعني في دور الثمانية. حاجة حلوة والله. البعثة برئاسة المهندس محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي، والحقيقة يعني محمد سراج رئيسا للبعثة، استمرار لمنح مجلس الإدارة فرص رئاسة البعثات الخارجية لأعضاء المجلس. لسه شايفين باشمهندس شبابه تحديدا لسه شايفين الدكتور مهند رئيس لبعثة الكورة، وقبليه الضماطي والأستاذ محمد الضماطي، حتى رئاس البعثات الداخلية والتنظيم. يعني انت ما جيت تنظم كرة اليد أستاذ محمد الغزاوي صاحب مخضرم اكتر من الشباب ده، لكن خبرات التنظيم، انا بقى تجهيز الكوادر ده اهم لا يقل اهميه عن اكتشاف المواهب وتقديم الابطال، لان هم دول اللي بيخلقوا لك المناخ بتاع التفوق للالعاب. هو ده مناخ صناعه التفوق. لكن الاهلي عنده ترتيبات كتيره الفتره الجايه، 1/6 اعتقد مفاجاه تسعد كل الاهلاويه. ايه اللي هيحصل 1/6؟ معنا على الهاتف الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا استاذ ابراهيم، مساء الخير يا باشمهندس عدلي، ومساء الخير على جماهيرنا ومشاهدينا الكرام من خلال قناتنا النادي، قناه النادي الاهلي. بنسعد بيك وبنسهرك معانا، لكن اعتقد الشغل الكتير محتاج ان الناس تعرف ايه الترتيبات اللي جايه، خاصه 1/6 زي مجلس الاداره محدد موعد افتتاح فرع الاهلي في التجمع الخامس. زي ما حضرتك تفضلت استاذ ابراهيم، بس خليني برضو في البدايه طبعا في وجود الكابتن عادلي اهنيه طبعا في حفل توقيع التعاقد مع جرينتا كرئيس مجلس اداره شركه النادي الاهلي، وفي الحقيقه دي اول العقود اللي يعني الابداعيه اللي بتعملها الشركه ان شاء الله. تمنياتي اليوم بالتوفيق، واعتقد ان احنا كمان زي جماهيرنا الكبيره بننتظر منهم المزيد والمزيد،
وده أعتقد أن تبقى الذراع التمويلي الرئيسي لكرة القدم في ظل الأعباء المالية الكبيرة اللي بتواجهها صناعة كرة القدم على مستوى العالم، وبالتالي مصر نتيجة للتحديات الاقتصادية اللي موجودة. فبهنيه وبهني كل مجلس الإدارة. طيب هو هنا زي ما أنت بتشوف ما بيرضاش يقول لي حاجة، قول لي أنت يا دكتور وللجمهور يعني إيه الموضوع ده بتاع التحول الرقمي وإزاي النادي هيستفيد منه؟ في الحقيقة ده موضوع في منتهى الأهمية، ويمكن زي ما تم ذكره في المؤتمر يعني في حفل التوقيع بوجود كابتن محمود ومجلس إدارة النادي الأهلي، وأعلنوا إن ده مشروع رقمي بالدرجة الأولى. هو في حاجة دلوقتي حاجة اسمها الأصول الرقمية، أي نادي بيمتلك أصول رقمية وبالتالي بيتم التداول على الأصول الرقمية دي من خلال منصة منصة رقمية موجودة. على سبيل المثال عشان أبسط الدنيا شوية، زمان كنا لو نفتكر وإحنا زمان وحضرتك في الأخبار وفي الأهرام كل الجرائد المصرية كان بيتم طباعة صورة النجوم الكبار ويتم طباعتها في صورة كروت ورقية بيتم تداولها على في أكشاك الجرائد اللي كانت منتشرة في ذلك الثورة. طبعا حصل دلوقتي ثورة رقمية، كان زمان بتتباع صورة كابتن محمود وبتروح مشتريها وبنعلقها في البيت، وبنعلق صورة كابتن صالح وبنعلق صورة بركات وبنعلق صورة متعب وبنعلق كل رموزنا في منازلنا والكلام ده. الموضوع ده معانا موبايل ومعانا منصة رقمية ثانية، وبالتالي بيتم تحويل الأصول دي لأصول رقمية يتم تداولها ما بين الجماهير وبتمتلكها الجماهير، وبيتم طباعة عدد منها، بعضها بيكون محدود وبعضها بيكون نسخة وحيدة وبعضها بيكون، فبالتالي ده اللي بيتم تداوله بالإضافة لمستوى رقمي موجود بالإضافة لمستويات رقمية بيتم يعني على المنصة الرقمية اللي هتبقى موجودة. ده المشروع ببساطة شديدة جدا، وبيتم التداول ده وفقا لقيمة مالية، وكل واحد بيحتفظ بيه وبيبقى مع نسخة وحيدة من هذا الخط بيتم تداوله، ممكن يعيد طرح مرة تانية النسخة الوحيدة اللي أنا بمتلكها. يعني مثلا ممكن أمتلك صورة لكهرباء محمود عبد المنعم كهرباء بشكل معين، فالصورة دي أنا الأصل ده الوحيد اللي بمتلكه كواحد من الجمهور بتاع النادي الأهلي، بحب كهرباء أو بحب أحد اللاعبين اللي موجودين في الفريق، حمدي فتحي، ديانج، وهكذا كل اللعيبة اللي موجودة، عبد المنعم، كابتن فناوي، كل ده أنت بتمتلكه وتقدر تتداول مرة أخرى. ده الفكرة ببساطة، وأعتقد إن دي فكرة أول مرة تحصل عندنا في الشرق الأوسط إن شاء الله، فربنا يكرمنا كده، ودي واحدة من الحلول اللي بتقدمها شركة الأهلي لكرة القدم لزيادة مصادر التمويل، إن النهاردة النادي الأهلي في أمس الحاجة لمصادر تمويل جديدة عشان يقدر يواجه الأعباء المالية الضخمة اللي النادي الأهلي في الحقيقة ملتزم بيها تجاه كل الأطراف، وبالتالي احنا محتاجين حلول خارج يعني زي ما بيقولوا دايما خارج إطار الصندوق اللي احنا بنشتغل فيه، وده الشركة إن شاء الله مع مجموعة الشركات الأخرى إن شاء الله بتكون لنا الحلول. دكتور سعد، نرجع بقى للموضوع المهم جدا اللي كل الناس طواقة إنها تنتظر يوم 1/6 عشان تشوف هذا الصرح الرائع فرع الأهلي في التجمع. احنا كنا النادي الأهلي حريص انه يحدد رقم كده حوالي اعتقد 3000 عضوية يديها بأسعار خاصة. هل اقتربنا من تحقيق هذا الهدف؟ لان انا شايف فيه تسارع. انا شخصيا يعني كل يوم بيجي لي 2-3 بيطلبوا ان انا يعني اوصله بحد مسؤول عشان يلحقوا يعملوا عضويه هذا الفرع في التجمع. الاقبال عامل ازاي يا دكتور؟ خليني اقول لحضرتك يعني اقسم الموضوع لاجزاء، بس خليني ابدا بالجزء الاول اللي حضرتك تفضلت فيه مذكورا كابتن عدلي، واحنا كان عندنا حلم كبير وشغف كبير بهذا الفرع المتطور جدا اللي بيحمل كل سمات التطوير لفكره الانديه الرياضيه في رقيها وفي ابداعها. واعتقد بدايه الكلمه الكريمه اللي اعلنها الكابتن محمود الخطيب عن ان شاء الله ان حفل الافتتاح الرسمي يوم 1/6 ان شاء الله الموعد، وده في ترتيبات كبيره بتتم لهذا الحفل الضخم اللي بيعكس قيمة هذا الإنجاز الكبير لكل أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي ولكل أعضاء النادي الأهلي في كل الكون. خلينا نقول إن إحنا بمجرد إعلان كابتن محمود في الحقيقة إحنا ده النهاردة في خلال هذه الفترة الوجيزة اللي هي لم تتجاوز يمكن 6 أيام
احنا ده ثالث لجنة عضوية نعملها في هذا الاسبوع. يعني الاسبوع ده فقط ثلاث لجنات عضوية. احنا بنعمل كل لجنة كل شهر او كل ثلاث اسابيع بنعمل لجنة في الفترة اللي فاتت. الحقيقة من يوم الاعلان حصل تدافع كبير على او اقبال كبير على الاشتراك في العضوية لهذا الفرع بمجرد الاعلان، لان الناس شافت الحقيقة على ارض الواقع. النهاردة امبارح يوم الاربع كان عندنا لجنة عضوية 115 عضو في لجنة استقبلناهم امبارح من الساعة 4 في الحقيقة من خلال لجنة العضوية. كان عندنا ناس ثانية ما قدرناش نقابلهم في الحقيقة في إكماليهم 49 عضوية أخرى. يعني بنتكلم في يوم واحد قدرنا نستقبل 200 عضوية. وعشان كده يمكن أنا بنتهز الفرصة لجماهيرنا ومشاهدينا ومتابعين برنامج حضرتك الجميل بتاعنا، ان احنا يعني فعلا بالفعل مجلس الادارة بدأ يعني يعد دراسة لتحديد عدد احنا نقدر نستوعبه في هذه الفترة. وبالتالي دي فرصة قبل ما يتم اعلان العدد. ويمكن الكابتن محمود الخطيب كان حريص من لجنة العضوية ومن مجموعة من الزملاء من اعضاء مجلس الادارة الموفرين ان هم يعدوا دراسة عشان نشوف العدد ده نعلنه، لان احنا مش هنقدر نستمر كمرحلة اولى. يعني عايز توصل لرقم وتقفل شوية وبعدين تغير السعر وتفتح تاني. هنقفل شوية وبعدين نفتح لحد برضو ما نقدر نرتب جمهور الاعضاء الجدد. الحاجة التانية كمان ان احنا هندرس هل هنطبق الزيادة بتاعة العضوية، رسوم العضوية اللي تم اعتمادها من الجمعية العمومية، هنطبقها من 1/7 ولا ممكن ننتظر شوية عشان برضو نسمح للعدد اللي احنا هنحدده اذا كان يعني 3000 ويستمتعوا بهذا القيمة المالية المحددة دلوقتي اللي احنا شغالين عليها. لان زي ما حضرتك انا ذكرت اكتر من مرة في البرنامج عند حضرتك مع استاذ ابراهيم ان احنا بالفعل تم اقرار الزيادة من قبل الجمعية العمومية واعتمادها من الجهة الادارية. المجلس كان مأجلها لاعتبارات يعني اقتصادية، لكن في ظل هذا الاقبال المجلس يعني هيدرس بشكل فاعل جدا هل سوف يتم من 1/7 ولا من 1/9. ودي فرصة في الحقيقة لكل الناس اللي عايزة تنضم لعائلة النادي الأهلي. احنا كمان يعني يمكن عندنا حركة تركيز يومين دول، احنا بنستقبل كل الراغبين في يعني الرغبة في الاشتراك سواء كان في التجمع وايضا فرع الشيخ زايد. يعني النهاردة كمان اللجنة اللي كانت شغالة النهاردة مش بس الإقبال كتير على فرع التجمع، ده الإقبال أيضا موجود على فرع الشيخ زايد لأنه ده واحد من الأفرع الكبيرة بتاعت النادي الأهلي. والفرصة قائمة، ولذلك أنا بنتهز الفرصة في الحقيقة اللي بدعو كل الزملاء. وإحنا كمان هنمد ساعات العمل في إدارة الاشتراكات إن هي تمتد ساعات العمل فيها لأربع ساعات إضافية عشان نواجه حجم الإقبال اللي موجود. عايز أسألك سؤال يا دكتور سعد، لو واحد جاي مثلا من اسكندرية وعامل حسابه انه هيسكن مثلا في التجمع، لكن اقرب له يروح الشيخ زايد يعمل الاشتراك في التجمع ولا ما يقدرش لازم يروح الجزيرة او فرع التجمع؟ يعني يقدر يعمل عضوية التجمع؟ عندنا ميزة انك انت حضرتك تقدر تختار المكان اللي تقدر تقدم فيه، تقدر تقدم في الشيخ زايد حتى لو انت عايز عضوية فرع التجمع. ايوه، عضويه فرع الشيخ زايد وانت في التجمع في الفتره الحاليه تقدر تتوجه للتجمع وتنفذ الاشتراك من هناك. لو انت عايز ايضا من مدينه نصر وانت من سكان مدينه نصر وعايز تشترك في التجمع او عايز تشترك في الجزيره، فمن كل الاربع الافرع اللي موجودين دلوقتي تقدر تخش وتسدد رسوم الاشتراك وتسحب استمارات الاشتراك وتقدر تخلص اجراءات العضويه من اي فرع من فروع الاربعه بالاضافه للمقر الرئيسي بتاع النادي الاهلي طبعا. طيب تقدر تعمله، ومتواجدين كل الزملاء في الجهاز التنفيذي بتاع النادي الاهلي يستقبلوا جميع الزملاء اللي عندهم رغبه من وده كمان يخفف الضغط عن ان يعني يبقى التكدس في مكان واحد بس في قبول العضويه. التكدس في مكان واحد، ويمكن احنا بنفكر بجديه في ظل العدد الكبير اللي بيتقدم في الفتره دي ان احنا نعمل كمان لجنة العضوية في الأفرع، ما تبقاش قصرة فقط على المقر. والله يا ريت يا دكتور يا ريت. يعني بنفكر ان احنا نعمل ان شاء الله في التجمع لجنة عضوية، ونعمل في مدينة نصر لجنة عضوية، ونعمل في الشيخ زايد لجنة عضوية. لان انا متوقع العشر ايام الجاية دي هتشوف اقبال محتاج هذا التوسع يعني في قبول العضوية. مركزين جدا جدا في استقبال
يعني اعضائنا ان شاء الله ونقدر نعمل ده من خلال الاربع افرق في الفتره القادمه. في ناس كتيره يا دكتور بره مصر وبتكلمنا على ان هي عايزه تعمل عضويه. انا معلومتي ان هو بيعمل توكيل لاي حد من قرايبه يسدد له ويقدم له، هل ده متاح ولا لا؟ بيعمل زي ما حضرتك تفضلت مشكورا، بيقدر يعمل تفويض لاي حد من اقاربه او اي حد من اصدقائه، حتى بيعمل له تفويض او توكيل وبيجي هو يسدد عندنا، يسحب استمارة البطاقة العضوية ويستكمل الأوراق المطلوبة ويقدر يعمل ده إن شاء الله. وإحنا كمان عندنا أكثر من حلول تمويلية كثيرة كمان، يعني الميزة كمان إن أنت يبقى عندك حلول تمويلية عشان تقدر تدي الفرصة للناس إن هي تقدر تشترك. الحقيقة إحنا مجموعة معانا يعني شركة فالك، وده طبعا شريك بالنسبة لنا استراتيجي، ويقدر العضو اللي عنده رغبة في الاشتراك في العضوية يقدر يسدد الاقساط بتاعتها لحد 10 سنوات بنظام تمويلي مع شركة فاليو، وممكن كمان من خلال النادي الأهلي يقدر برضو يقسط على عدد من السنوات، في نظام لأربع سنوات وفي نظام لخمس سنوات يقدر يعمل دوت الحمد لله. وكمان عندنا فرص كمان للمجموعات والمؤسسات زي النقابات الأطباء، نقابات المحامين، نقابات الصيادلة، عندنا قطاع البنوك، أيضا عندنا المؤسسات الوطنية العملاقة زي القوات المسلحة المصرية، زي الشرطة المصرية، زي قطاع البترول، ده كمان عندنا فرص ليهم ونقدم لهم أكثر من حلول للتقسيط. وده أعتقد عشان نقدر نغطي كل الأطياف المجتمع المصري بقى عنده فرصة للانضمام لهذه العائلة الكبيرة العملاقة، عائلة النادي الأهلي. وهو وكلها سواء فردي أو جماعي بتخضع للجنة التقييم وقبول العضوية من حيث المعايير عشان مجتمع النادي الأهلي يبقى مجتمع متجانس متعاون، ما فيهوش يعني حاجة تكدر صفه، وإن الناس كلها تبقى مطمئنة، كل واحد يطمن لزميله العضو الثاني. يعني ده هدف اساسي بالنسبه لنا، ان احنا يبقى في تناغم كبير ما بين اعضاء النادي الاهلي زي ما حضرتك ذكرت، يبقى في التجانس ده، بحيث ان طبعا النادي الهدف منه كله السعاده، والنادي الاهلي طول عمره ان شاء الله يبقى هو مصدر السعاده ان شاء الله لاعضائه ولجمهوره. فالعضو عندنا جوه بيستمتع بمجموعه من الخدمات، الخدمات دي ايضا الجزء الاهم فيها ان يبقى في تناغم ما بين الاعضاء اللي موجودين جوه الاسره الكبيره اللي هي اسره النادي الاهلي، فمعايير موجوده، معايير واحده بيتم تطبيقها على كل الناس اللي عندها رغبه تخش ان شاء الله العضويه في النادي. طيب ميزه نوعيه وهي ميزه تاريخيه الحقيقه، العضو اللي هيعمل عضويه التجمع اللحظه اللي هي تاريخيه في تاريخ هذا النادي والمنشاه ديت 1/6، العضو الجديد ده من حقه يحضر في أروقة النادي وفي حدائق النادي اللحظة التاريخية الكبيرة للكابتن الخطيب ومجلس الإدارة وكبار الضيوف في افتتاح الفرع 1/6، ولا لسه الكرنيه ولا يدخل بالإيصال؟ إن شاء الله بداية من 1/6 إن شاء الله هيتم البدء في تسليم كرنيهات العضوية الجديدة لأعضاء النادي الأهلي في كل مقرات النادي الأهلي، والأولوية أيضا عاطينها المرة دي عشان الأعضاء اللي هم يعني في الحقيقه كان عندهم رغبه كبيره في الاشتراك منذ الاعلان عن انشاء الفرع، عاطينهم الاولويه في ان احنا نسلمهم الكرنيهات عشان منذ 1/6 في الصباح الباكر يبقى عنده القدره ان هو يتواجد في النادي يوم افتتاحه يخش ويستلم الكرنيهات بتاعته. وعلى فكره الكرنيهات اللي احنا عاملينها المره دي، ويمكن دي يعني برضو عايزين نقولها لكل اعضاء النادي الاهلي، الكرنيهات دي هتبقى مدتها 4 سنوات، هي كرنيهات ايضا ممكن استخدامها في اكثر من غرض، كرنيهات ممكن تستدد بيها بعض المشتريات او لاخره داخل النادي، ممكن تديها لابنك بمبلغ مالي عشان ما يشيلش فلوس وتضيع منه، فده برضو يمكن واحد يعني كارت ذكي، يعني كارت ذكي، ما كارت مدفوعات ايضا يمكن استخدامه ككارت مدفوعات، ده برضو واحده من التطوير اللي احنا النادي الاهلي الحمد لله بقياده بمجلس يعني الأهل. مش مجرد كرنيه تقليدي، لا ليس كرنيه تقليدي، ولمده 4 سنوات جديده دي 4 سنوات، لكنه الاشتراك السنوي بيسدده كل سنه مش كده؟ الاشتراك السنوي بيسدده كل سنه وبيتفعل على الكارنيه، وبالتالي على بوابات الدخول بيبان برضه سداد قيمه الاشتراك كويس. ايضا حتى في حاله انعقاد الجمعيات العموميه ايضا بيتم استخدام هذه البطاقه وفقا للنظام الاساسي بتاع النادي، فحللنا كل المشاكل دي ان شاء الله، وبدايه من 1/6 سوف يتم توزيع بطاقات العضويه على كل اعضاء النادي الاهلي، وطبعا هيكون فرع التجمع
نبدأ بيه إن شاء الله عشان الناس تبدأ تستمتع بالخدمات الجميلة المتطورة اللي الناس شافتها في الحقيقة واللي نالت تقدير وإعجاب وانبهار من الضيوف الكرام اللي زاروا التجمع. يمكن كان في زيارات عديدة استقبلنا فيها ضيوف مهمين ويمكن كان منهم قدامة نجوم النادي الأهلي ورموزه استقبلهم الكابتن محمود، وكان في الحقيقة حالة انبهار بما شاهدوه من بنية تحتية متطورة للغاية في الحقيقة. دكتور، هل في ملامح لحفل الافتتاح ولا لسه الترتيب؟ في الحقيقة الحمد لله النهاردة كنا بنعرض البرنامج حفل الافتتاح على الكابتن محمود، والكابتن محمود بيبقى حريص جدا في الحاجات دي ان هو يتابع بنفسه كل كبيرة وصغيرة حتى بما فيها تصميم الدعوات اللي تليق بهذا الشكل العظيم. بنحدد برضو مين الضيوف اللي ان شاء الله يشرفوا النادي الاهلي في هذا الحفل الكبير ان شاء الله اللي يعني يناسب قيمة ومكانة وتاريخ النادي الاهلي ويناسب قيمة هذا الانجاز، لان هذا الانجاز يجب ان لا يحسب للنادي الاهلي فقط ولكن يحسب ايضا للدولة المصرية في الحقيقة اللي بتقود عملية تنمية كبيرة في كل قطاعاتها. والنادي الاهلي دايما حريص على طوار تاريخه ان هو يقدر ينجز الاهداف الاستراتيجية للدولة المصرية اللي كان منها تطوير البنية التحتية الرياضية لخدمة الرياضة المصرية. ولما نيجي نتكلم على النقطة دي نتكلم على النادي الاهلي بشكل يدعو الى الفخر، لان حضرتك عارف فيه تقريبا ما يزيد عن 50% من لاعبي المنتخبات الوطنيه بيبقوا مؤسسه النادي الاهلي. فاحنا النهارده في فرع زي التجمع ده ملاعب كره القدم، ملاعب كره السله، ملاعب كره الطايره، ملاعب التنس، النهارده ده كله النهارده الحمد لله احنا اسسناه واسسناه بشكل على اعلى مستوى ان شاء الله. فالبرنامج برنامج حافل جدا، خليني بلاش نقول تفاصيله دلوقتي لان هيبقى في توقيت احنا عاملينه على فكره هنعلم فيه تفاصيل البرنامج في الدقيقة. كمان عندنا بعض الفعاليات من هنا لحد يوم الافتتاح، يعني عندنا الجمعة الجاية إن شاء الله مش بكرة عشان عندنا ماتش كان احنا عاملينها، ده برضو مجموعة من الدراجات النارية اللي هتعمل طور كاملة من الشيخ زايد ثم الجزيرة ثم مدينة نصر ثم التجمع، كان المفروض موعد انطلاقها بكرة ودي مفاجأة يمكن برضو في الحفل في الاستعداد لحفل افتتاح يوم 1/6. عندنا فعاليات أخرى برضو عاملينها بالتوالي عليها، لكن أجلنا بكرة الحفل التور دي عشان نبدأ نروح ماتش بكرة إن شاء الله، ربنا يوفقنا إن شاء الله في اللقاء بكرة ويبقى في توفيق حالفنا إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله دكتور، في أي جديد في الترتيبات بتاعة مباراة الترجي؟ احنا عارفين ان طبعا السلطات الامنية المصرية يعني سمحت في 10,000 متفرج. احنا كنا في الحقيقة عندنا يعني رغبة كبيرة ان جمهورنا اللي احنا بنفتخر بيه وجمهورنا اللي هو دايما السند وهو الدعم بالنسبة لنا وهو اللي بيخلق لينا الروح ان احنا ننافس ونقاتل عشان نسعده وعشان نفرحه ونبقى سبب دايما في فرحته، لانه بيقدم تضحيات كبيرة احنا بنقدرها وبنحترمها جدا جدا كل التضحيات اللي بيقوم بيها جمهورنا. لكن طبعا احنا اكيد عارفين ان السلطات الامنية بيبقى عندها بعض الرؤى اللي في النهاية هي هدفها الاساسي الحرص على الجماهير. فان شاء الله بكرة هيبقى عندنا 10,000، احنا طرحنا 10,000 تذكرة طرحوا يوم الثلاث، يمكن ما استغرقوش برضو اكتر من ساعة زمن. ان شاء الله بإذن الله جمهورنا يبقى موجود معانا بكره وقادر فرقته بالشكل اللي احنا دايما بنعهده من جمهورنا، حريصين ان احنا نوفر له كل السبل انه يبقى مرتاح في حضوره ويستمتع بمباراه ايضا ان شاء الله ربنا يكون يعني بيوفقنا فيها ويحالفنا فيها التوفيق ان شاء الله. دكتور، هل لديك اقوال اخرى؟ عندنا اقوال كتير، لان احنا النادي الاهلي ما بيبطلش شغل، احنا عشان كده دايما حريصين جدا. احنا ان شاء الله كمان يوم الاثنين والثلاث هيبقى عندنا قرعه النادي مصيف الاهلي في مارينا، وده برضو خبر انا بقوله من خلال حضراتكم مجلس ادارتنا الموقر جدد التعاقد اللي كنا عملناه من 2019 وتوقف نتيجه لجائحه كورونا، وان شاء الله هنبدا تاني نقدم هذه الخدمه لاعضائنا في مصيف مارينا ان شاء الله. يعني دلوقتي احنا عندنا مرسى مطروح ومارينا، عندنا مرسى مطروح، مرسى مطروح طلع اول فوج الحمد لله من اسبوع اول فوج، وان شاء الله برضو مصيف مارينا هنعلن عن قرعته يوم
هنعمل القرعه بتاعته يوم الاثنين ويوم الثلاث. بكره هيتم الاعلان على التفاصيل والبرنامج الزمني للافواج ان شاء الله في مارينا. احنا عندنا هيبقى فندق مارينا وايضا شاطئ في مارينا، وبالتالي دي خدمه طبعا النادي الاهلي في الحقيقه بيقدمها لاعضاء اللي هم يستحقوا مننا ان احنا نتعب كتير، نتعب كتير عشان نقدر نقدم لهم خدمه متميزه. فان شاء الله دي هنعملها العام الحالي، واحنا الحمد لله تعاقدنا بالفعل وانهينا اجراءاتنا الاداريه، واحنا دايما يمكن بنعلن اول مره على هذا الفعاليه الجديده او الخدمه الجديده لاعضائنا في النادي الاهلي من خلال برنامج الكابتن عادلي الملك وكتاب والاستاذ ابراهيم المنيسي، لان احنا كنا حريصين ان احنا ننهي كل الاجراءات التعاقديه والاجراءات الماليه. كان عندنا النهارده لجنه الحمد لله من النادي الاهلي استلمت الفندق ان شاء الله والشاطئ، وبادئين ان شاء الله من يوم الاثنين والثلاثة القرعه، ولسه عندنا كتير ان شاء الله نقدر ربنا يكرمنا كده ويعيننا ان احنا نقدر نقدم جماهير النادي الاهلي ولاعضاء النادي الاهلي اللي احنا مجلسنا الموقر في الحقيقه الكابتن محمود حريص ان يعمل لهم كل حاجه تساعدهم، كل حاجه تخليهم دايما في المقدمه ان شاء الله. يا دكتور سعد، كل الامنيات الطيبه لنادينا العريق وكل التهنئه لمجلس اداره النادي الاهلي والجهاز التنفيذي بقياده حضرتك فيما هو قادم، وقلبنا معاك وشايفين ومقدرين هذه الجهود كلنا. شكرا كابتن عادل، شكرا استاذ ضيف. شكرا جزيلا للدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، واعتقد حط حضراتكم في الصوره كامله. شوفوا النبي، شوفوا النبي كم اتجاه الاهلي بيشتغل فيه في نفس الوقت. يعني حاجه يعني ان كانش عندك هذا القدر من الاحترافيه في العمل وتنظيم الفكر والمؤسسيه لا يمكن تعرف تتابع كل الامور دي في توقيت واحد. صحيح. بالسلاسه دي. صحيح. فيعني عشان كده انا كنت حريص ان انا يعني اقول لهم شايفينكم وحاسين بيكم، وربنا يوفق النادي الاهلي بمثل هذه هؤلاء الرجال العظام. الحقيقه دي فرصه كبيره جدا للانضمام لعائله الاهلي من خلال فرع التجمع زي ما افاد الدكتور سعد شلبي. عندك فرصه لغايه قبل ارتفاع الاسعار او سريان العمل بالاسعار الجديده تسهيلات كبيره جدا، سواء في نظام السداد بالتقسيط من خلال الشركه المتعاقده مع النادي، او من خلال اجراءات حتى تقديم الاوراق من اي فرع. يمكن المهندس عدلي لانه عنده ملحوظه جايه له من كذا حد، ناس جايه من بره القاهره مثلا من اسكندريه كل وعايز يعمل عضويه التجمع عشان ولاده هيسكنوا في التجمع، فالراجل جاي من اسكندريه يقول لك طب اروح فين اقرب فرع له يسقط عليه يعمل فيه العضويه. فرع الشيخ يعني بدل ما اروح التجمع اعمل عضويتك في التجمع من الشيخ زايد. من الشيخ زايد تقدر تروح الشيخ زايد، تقدر تروح الجزيره، تقدر تروح مدينه نصر، تقدر تروح التجمع نفسه وتعمل عضويتك في الفرع والمكان اللي انت عايزه وفقا لتسهيلات كتيره اعتقد بيمنحها النادي للراغبين في الانضمام لعضويه الاهلي حتى اللي بره مصر. لان انا الحقيقه استقبلت كتير من تساؤلات البعض اللي في امريكا واللي في كندا، انا جالي واللي في فرنسا منهم واللي في دبي. فيقدر يعمل توكيل او تفويض لاي حد من قرايبه ويبعت له الاوراق بتاعته يسلمها له ويسدد الفلوس لحين لما يجي هو يستلم كرنيه. وعلى فكره هم عملوا العضويه في يوم وكلموني يشكروني ويشيدوا بالتسهيلات والمقابله اللي لقوها من القائمين على شان العضويه رغم كل الاندفاع والازدحام اللي حاصل. زي ما انتم شفتوا الحقيقه الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس الاداره رئيس لجنه العضويه، وشايفين حتى الاستاف الوظيفي مدام عزه حلمي والاستاذ محمد رمضان وكل العاملين في اداره الاشتراكات. دكتور سعد قال لك هنمد لهم كمان وقت العمل 4 ساعات اضافيه عشان يقدروا يلبوا الرغبات بتاعه. والفكره اللي قال عليها الدكتور سعد انه هيعمل لجنه في كل فرع لتسهيل الاجراءات. طبعا مهم جدا، دي مساله مهمه جدا والفرصه متاحه وسانحه لكل الراغبين في الانضمام لعائله الاهلي، واهلا وسهلا بيهم. وانا زي ما قلت للدكتور سعد يكفي يا جماعه الناس دي ان تعيش اللحظه التاريخيه. انا لو عرضت لكم صور افتتاح فرع المقر الرئيسي للنادي الاهلي لما اتبنى هتشوفوا العراقه والتاريخ، البلد كانت عامله ازاي والناس كانت ماشيه ازاي والوضع كان ايه. انت بتحنسنا في اوائل القرن اللي فات. لا هجيبها لك الحلقه الجايه ان شاء الله. لكن بصوا بقى دي لحظات تاريخيه، الاعضاء الجداد المنضمين هيسمح ليهم زي ما الدكتور سعد قال من صباح يوم 1/6 بالتواجد في النادي عشان يتابعوا بنفسيهم عشان يسلموا الكارنيهات الاول. خليك دقيق،
يستلم الكرنات وبالتالي هيحضر. معاك كرنيه بقى؟ يحضر هذه اللحظات التاريخية المهمة كمان في مشواره هو وأسرته والانضمام لعائلة الأهلي، وأهلا بيهم. الحقيقة زي ما الدكتور سعد أشار، المؤتمر اللي اتعمل لشركة الأهلي لكرة القدم في التعاقد مع شركة جرينتا، الحقيقة فرصة التحول الرقمي وإزاي النادي الأهلي يستثمر شعبيته وإزاي جمهوره يساهم في تنمية موارده، ده شغل كبير كتير لشركة الكرة. مش عايز أتكلم كتير ورئيس الشركة قاعد جنبي، لكن خلينا نروح لهذا المؤتمر المهم جدا وهذا العقد اللي تم توقيعه اللي بيفي باستشراف المستقبل للنادي الأهلي. نشوف كلمة الكابتن محمود الخطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما أتكلم عن مشروع النهاردة، عايز أرحب بالأستاذ عمرو حنة الرئيس التنفيذي لشركة جرينتا، وبكل الإخوة المسؤولين عن في شركة جرينتا، وكمان عايز أرحب بشركة المتحدة للرياضة، هم الشركاء بتوعنا الدائمين في كل استثمارات النادي الأهلي. يعني النهاردة احنا بنبدأ بمرحلة جديدة، مرحلة من مراحل التحديات الحقيقة الصعبة، لأن احنا كلنا عارفين ان في أزمة اقتصادية كبيرة جدا بتواجه كل المؤسسات في العالم كله، مش بس في المنطقة بتاعتنا يعني، والمؤسسات دي كلها سواء رياضية أو غير رياضية. احنا يمكن من أيام كورونا الحقيقة كنادي أهلي وكان مجلس إدارة اللي برحب بكل زمايلي الحاضرين، من أيام كورونا وإحنا حسينا أن هناك في مستقبل لازم احنا نفكر فيه بشكل مختلف شوية، وإزاي نفكر أن احنا نستثمر باستثمارات غير تقليدية وكمان أمور مبتكرة شوية. علشان كده يمكن شركات الأهلي أربع، عندنا أربع شركات: شركة الأهلي الإنتاج الإعلامي، شركة الأهلي كرة القدم، شركة الأهلي المنشآت الرياضية، شركة الأهلي الخدمات الرياضية. إزاي يفكروا معنا وإزاي نستثمر وإزاي نحاول نوجد إيرادات مختلفة لمواجهة اللي جاي، لأن مؤشر كورونا كان مؤشر صعب جدا جدا علينا كلنا وعلى كل المؤسسات في العالم، مش بس على النادي الأهلي. شركة الكرة برئاسة المهندس عادل القيعي ومع الأستاذ خالد عبد القادر والأستاذ أحمد حسام، الحقيقة تحركوا برضو، اللي احنا كلفناهم بهذا الأمر، تحركوا برضو بتحركات سريعة وعملوا أكتر من اجتماع مع مجلس الإدارة وطرحوا مجموعة من الأفكار الاستثمارية. الأفكار الاستثمارية إن شركة الكرة يعني من ضمن الهدف الرئيسي الهدف الاستثماري، إزاي يوجدوا لنا استثمارات زي ما أنا شرحت كده في الأول، مش بس شركة الكرة، كل الشركات بتاعتنا الموجودة بتاعت النادي الأهلي. ومن بين الأفكار اللي قدموها الحقيقة شركة الكورة، الفكرة اللي احنا أصبحت مشروع كبير ان احنا النهاردة بنفتتحه أو النهاردة بنتكلم فيه. المشروع ده قبل ما يكون هدف استثماري، هو برضو بيكون وسيلة مهمة جدا للتواصل والتفاعل مع جماهير النادي الأهلي ومع أعضاء النادي الأهلي. هي تجربة رقمية بتتقدم لأول مرة في المنطقة اللي احنا عايشين فيها. يعني شركة الكرة اتفقت مع واحدة من أكبر الشركات المتميزة هي جرينتا، وأعتقد إن هم وصلوا إن هم إزاي يعني إزاي يكون هناك حقوق لإطلاق وإدارة أول منتج للتفاعل الرقمي، والعقد هيكون إن شاء الله لمدة 4 سنوات. طبعاً التجربة جديدة، ولكن التجربة دي هتساعد كل فرد من محب النادي الأهلي ومن جماهير النادي الأهلي بكيفية التواصل مع نادي، وإزاي عبر عن ارتباطه بناديه، وإزاي عبر عن حبه وعشقه للنادي النادي الأهلي. إن شاء الله بالتوفيق بإذن واحد أحد إن شاء الله لأول منتج بالنسبة لشركة الأهلي لكرة القدم، وكل الشكر برضو لشركة جرينتا. وأنا حقيقة أنا برضو عندي ثقة كبيرة جدا أن جمهور النادي الأهلي ومحبيه وأعضائه هيكون عندهم نوع من أنواع التفاعل اللي بإذن الله ينجح المشروع، اللي هو من المشاريع اللي ممكن تخلينا كلنا كنادي أهلي بإذن الله نفكر في المستقبل بشكل مختلف، لأن فعلا الأمور كلنا عارفين الأمور كلها زادت جدا، كل الأسعار زادت جدا، كل حاجة في زيادة مستمر. لازم نواجه ده. احنا كمجلس إدارة بنحاول بقدر الإمكان نحط أفكار ونحط رؤى، وعندنا دلوقتي أزرع أخرى اللي هي شركات النادي الأهلي إزاي تتفاعل معنا وإزاي إن هي تكون ليها دور في مواكبة ال يعني عايز مش عايز تبقى صعبه، بس الخطوره اللي جايه،
الخطوره الجايه احنا محتاجين ان احنا فعلا يكون عندنا استثمارات كثيره جدا، يكون عندنا رؤى مختلفه، يكون عندنا ابتكار لموارد وايرادات مختلفه علشان نستطيع ان احنا نواكب الفتره اللي جايه باذن الله. طبعا بشكر كل الساده الحضور وبالتوفيق باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب كابتن الخطيب اشار للمشروع واشار لجهود الشركه وقيادات الشركه، وعرج على جمله مهمه جدا، ابتكار موارد جديده واستنباط طرق جديده لتنميه وتعظيم موارد النادي ومواجهه ما وصفوا بالخطوره اللي جايه. ليه؟ لان انت مبدئيا اديكم شايفين النادي بيتمدد وبيكبر، دولاب العمل كبير، العدد العضويه بيتزايد، النشاط الرياضي اديكم شايفين محدش بيقبل ان حد من الاهلي يخسر بطوله في اي لعبه. ده بيحتاج صرف وبيحتاج انفاق وبيحتاج ترتيبات وبيحتاج حاجات كتيره. ده عشان تواجهه لازم تواجهه بابتكار موارد جديده. عشان كده كان هذا التسابق في المزيد من الافكار لتعظيم موارد النادي. تعلق ولا الراجل اللي هيتكلم ده يقول؟ نشوف اللي هيقوله ونشوف المهندس عدلي يعلق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم الساده الحضور جميعا، كلكم قامات كل في موقعه، قاده راي وقاده تسويق ورياضه وتكنولوجيا. فاهلا بحضراتكم وبوسائل الاعلام اللي بتشرفنا النهارده. اليوم ده يعني لنا كشركه الاهلي معنى خاص جدا. هو أول إطلالة رسمية للرأي العام، يمكن بتبتدي تفهم الناس شوية يعني إيه شركة كرة القدم اللي ابتداها النادي الأهلي. وهو قدر النادي الأهلي إنه مش بيشتغل على مرجعية أو ريفرنس أو نموذج قائم يعمله ويرتاح والدنيا تمشي. هو بيخلق هذه الكيانات زي ما عمل في التسويق الرياضي، وأطلق أول شركة للإنتاج الإعلامي والتسويق الرياضي، وتوالت الشركات بعد كده. دائما تجارب النادي الأهلي رائدة وبتلهم الآخرين. فإحنا النهاردة واقفين معاكم عشان نقول لكم إن إحنا تلقفنا توجيهات مجلس الإدارة وعملنا بتناغم، واستطعنا من خلال هذا التناغم إن إحنا يتحول إلينا مجموعة من الأفكار وابتكرنا وأضفنا إليها من لجنة تنمية الموارد. وأي حد عنده فكرة إحنا بنرحب بيها وبناخدها دايما باهتمام. ولكن كان الحظ السعيد إن إحنا نتوصل مع جرينتا لأول اتفاق في التفاعل الرقمي وإزاي نستثمر فيه. مستندين إلى إيه بقى؟ ودي نقطة أرجو من الإعلام أن يبرزها تماما، وأنه يساعدنا في إثارة اهتمام جماهيرنا. لأن التفاعل الرقمي والتكنولوجيا الحديثة مبنية على المتابعة والاهتمام، وكلما زاد الحماس والاهتمام يبقى في نجاح كبير جدا. تجربة نتوقع منها كل الخير بإذن الله، بدون من يعني نعلي سقف التوقعات، لأنها هتبقى تجربة جديدة، تجربة شديدة التخصص. أدارها من جانبنا راجل أنا بعتبره مخ بره الصندوق زي ما بيقولوا، الأستاذ خالد عبد القادر، لازم نديله حقه. معانا طبعا الأستاذ أحمد حسام عوض في مجلس الإدارة، وهو له مجال آخر لا يقل أهمية، ولكن في ناحية كرة القدم والعلاقات والاتصالات، وكل واحد الحقيقة منهم بسم الله ما شاء الله عامل دور كبير جدا. فأنا برحب بحضراتكم، لن أتحدث في تفاصيل، ولكن أدعى المتخصصين عشان ما أحرجش نفسي. أنا من أيام القلم والكوبية، فهم دي ناس بتشتغل بقى ومش عارف إيه، بتخش ما بعرفش أعمل أنا الكلام ده. هيجي الأستاذ خالد بعدية يشرح فحو أو مضمون أو فكرة هذه الشراكة، وبعدين على خيرة الله بعدها نبقى نمضي في الإجراء. طيب شفتوا بقى رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، وأنا الحقيقة شخصيا كنت يعني
سعيد جدا بالتكوين بتاع مجلس إدارة الشركة، لأنه لما مش عشان المهندس عادل قاعد، لما أنت تحط على رأس الشركة حد عنده هذه القيمة من التجارب المتراكمة في الإدارة في النادي الأهلي في كل مواقع العمل في النادي الأهلي، مع كل خبراته التسويقية، مع كل ما لديه من مراكمة لعلاقته بالنادي الأهلي من خلال كل المواقع اللي شغالة في النادي الأهلي، أنت حاطط 50-60 سنة أهلي في عقلية حد حديث زي الأستاذ خالد عبد القادر، ومع نشاط شاب متوهج زي الأستاذ أحمد حسام عوض. بقول لكم تكوين يحيى مجلس إدارة النادي الأهلي ويحيى الكابتن محمود الخطيب عليه. أنت جماعة ماضي بكل تفاصيله وتفصيلاته مع مستقبل بكل آلياته وعلم، جبت القلم الكوبية جنب الكيبورد. ايه تعليقك على الراجل اللي بيتكلم ده؟ الراجل اللي بيتكلم ده هقول لك، انا اكتشفت حاجه غريبه يا استاذ ابراهيم. اكتشفت ان انا عايز ترد عليه، لو عايز ترد عليه هرد. هقول لك بس الاول على المشهد ده. اكتشفت ان انا ما زلت يعني مع الاحداث الكبرى ما بنامش، يعني انا مرهق الى درجه اعتقد انه كان واضح جدا على وشي. انا ما نمتش اللي بعد الفجر مع الاحداث المتوقعه، هلاقيني عمال افكر في الاضافات. الله، هو في ايه؟ ايه الحماسه اللي تفجرت يا عم؟ ما انت على الهادي يعني. ما بقتش الليله مستحمله او الكلام ده. لكن اكتشفت ان انا عمال افكر في تفاصيله، وعمال افكر باذن الله ايه اللي هيتقال وايه اللي مش هيتقال، لان اللي ما اتقالش مهم جدا، اللي ما اتقالش ده سايبينه عشان مفاجآت العمل نفسها. وازاي الخيط الرفيع ده ما نتخطاهوش. والحمد لله زي ما انت قلت التوفيق في تكوين هذا المجلس. صحيح. احنا ثلاثة. لكن يعني لما بيجي لك فكرة وبعدين انت بتناقشها، انت فاهم ان انت عندك الخبرة وبتوجه، تكتشف انك بتتعلم. فيبتدي المتخصص ده الاستاذ خالد عبد القادر يفتح لك نقط. هو ده ممكن يا استاذ خالد، ممكن وهنشتغل في تفاصيل هتبان بعدين. ممكن؟ يقول لي طبعا ممكن. صعب؟ قال لي صعب. اول حاجه ان احنا ابتدينا نشتغل هذا الحق ما ينفعش حد ياخده حصري. دي كانت مساله ممكن تمشي علينا كلنا كده من غير ما ياخد بالنا. ان في تيجي شركه تاخدها وتيجي تشتغل في افاق جديده ومجالات جديده يقول لك اصل دي لا. دي كان اول حاجه اتاحت لك المرونه انك تشتغل بالمنتج ده باليات كثيره وتفريعات ممكن توصلك الى حاجات جامده جدا. فانا الحقيقه لما جيت اتكلم حته القلم والكوبي، انا دايما زي ما بقول لك في استدلالات. يعني انا افكر المشهد ايه؟ ما هو انا حاجه اقول لهم فنيات والراجل ده قاعد ما هيقول لي تغلطت في كذا. خدوا بالكم يا جماعه، الاستاذ خالد عبد القادر ده كان رئيس شركه مايكروسوفت العالميه من 2011 ل 2020 في مصر هنا. هو يعني انا عايز اقول لك حاجه، والراجل بص، هو يعني اللي يسيب منصب رفيع زي ده عشان تعمل شركتك الخاصه، يبقى انت دماغك رايحه فين؟ صحيح. يعني الحمد لله، يعني الاهلي كل شويه يفاجئنا بكوادر وبيفرز لنا ناس، والحمد لله اكتر ان عندهم هذا الشغف ان يدوا النادي الاهلي. ايوه. مجلس الاداره يا استاذ ابراهيم هذا الذي يعطي من وقته، كلهم متطوعين لا يتقاضى احد. فكره يا جماعه دي نقطه مهمه جدا، لانه سمعت حد بيقول لك المهندس عادل القيعي بعد ما خد مكافاه نهايه الخدمه راجع يشتغل، وهو ما يعرفش يعني انه الراجل بيشتغل متطوع اذا كان هو او كل اللي معاه في الشركه. بس وانت متطوع انت تكتشف ان الناس محترفه بتديك وقت اكتر ما بتديل اعمالها. حب الاهلي. يعني عدد الاجتماع اللي عملناه نفس الكابتن الخطيب بيقول لك ايه، بيقعدوا معايا وبسرعه بيردوا عليا في دراسات بتنتهي، لان احنا بنلجا للمتخصصين فبنلحق نوفر وقت. فالحقيقه يا رب ان ربنا وفقنا نقدر ننفذ اللي في دماغنا ونشوف على ارض الواقع المردود باذن الله. لان حاجه مهمه استاذ ابراهيم قبل ما يتكلم خالد، لان انا عايزه تسمع منه ايه اللي هيقوله. انا عايز اقول لك النادي الاهلي تاني وتالت ورابع اكبر كنز عنده واكبر راس ماله له هذا العدد الطاغي
من جماهيره ومتابعيه. عشرات الملايين داخل مصر زيهم بره مصر، حتى في اوروبا. يعني انا بعد ما الاستاذ عمرو اتكلم رئيس شركه جرينتا قلت له لا بيتكلم وهنعمل، قلت له وبره مصر خاطب جماهيرنا بره مصر هتدهش وهتعرف عددهم وشغفهم انهم يرتبطوا بالمنتج ده ازاي، وهتلاقي مردود محتاجينه جدا. المنتج ده ابلكيشن مش كده؟ ابلكيشن ايه؟ سيبها على الله. يعني لا دلوقتي عملت مش قلم كوبيا؟ لا لا ده اللي املكه، لكن انا اتكلم في التفاصيل. انا افتكرت نفسي كده على ده، انا من ايام الناس جت عندي وقال لك لا ابلكيشن ايه؟ طيب ماشي، نسيب بقى المتخصص فعلا يكلمنا ونسمع الاستاذ. على فكره يا جماعه هذا الرجل المتخصص بعقليته وانتمائه يعني شيء بشيء يذكر. في الانتخابات اللي فاتت استاذ خالد عبد القادر كان طارح نفسه للترشح في قائمة الكابتن محمود الخطيب، وهو واحد من نجوم كرة الطائرة في النادي ومن المخلصين للنادي. لما العدد زاد عن النسبة أو العدد المسموح بترشحه هو بادر بنفسه للتنازل وراح للكابتن الخطيب، كان كابتن الخطيب وقتها في المستشفى، وعرض عليه التنازل. مش عايزين ننافس بعض، قال له كده. يوميها كابتن الخطيب كنا بنعمل من القناة هنا الأهلي ينتخب، وكنت يعني كان ليا شرف تقديمه. فكابتن الخطيب بعت لي قال لي والنبي قبل ما تعرض لأي حد من المرشحين الأولى بالعرض الأستاذ خالد عبد القادر. استضافته أنت باي؟ آه. لأنه قد إيه أكبر فيه انتمائه للأهلي وقدر فيه إخلاصه وتفانيه. هو ده العطاء بإخلاص وهو ده التفاني بجد للنادي الأهلي. يوميها الحقيقة لقيت نفسي قدام عقلية مصرية يفخر بها أي حد. بقول لكم وصل لهذه المكانة في شركة مايكروسوفت العالمية، واعتقد انه يكون عنده من الوقت والجهد اللي يقدمه متطوع للنادي الاهلي. لا احنا قدام عقليه اهلاويه جديره بالتقدير. نشوف الاستاذ خالد عبد القادر في المؤتمر. طبعا بحب ارحب بيكم وتواجدكم معانا كلكم. يمكن كابتن عدلي قال احنا مبسوطين جدا ان ده يبقى اول لقاء من الشركه في وجود طبعا اعضاء مجلس الاداره، في وجود الشريك الاستراتيجي بالنسبة لها وهو شركة المتحدة سيف طبعا محمد منورنا. ويمكن حاجة مهمة جدا بالنسبة لي ان احنا النهاردة معانا كابتن احمد قندوسي. يعني بنرحب بيك جدا جدا ودايما سعداء، وربنا معاك ان شاء الله وربنا يوفقكم. الف مبروك على الماتش اللي فات. يمكن احنا موجودين النهاردة بصورة سريعة جدا جدا هتكلم على الجزء يخص في شركة الكورة. طبعا العمليه الرياضيه تطورت على مدار السنين اللي فاتت، ويمكن ناس كتيره جدا من اللي قاعدين خبراء وفاهمين القصه دي كويس. وتحول اداره العمليه الرياضيه لموضوع استثماري اقتصادي لازم يتم ادارته بصوره حرفيه، بصوره مستمره، وبصوره تقدر تحقق طموحات النادي او شركه الكوره في اي بلد في اي ماركت. وعشان ده يتم بيتم بحاجتين، حاجة اسمها النجاح الرياضي والنجاح الاقتصادي، أو السبورت سكسس أو ايكونوميك سكسس. عشان نقدر نعمل الكلام ده، وإحنا تاني أنا بحط نقطة أساسية إن إحنا هدفنا التميز والنجاح الرياضي. يمكن إحنا مهمتنا يمكن أسهل من ناس كثيرة جدا، لأن إحنا مسؤولين عن فريق كورة ملك النادي الأهلي. نجاحه الرياضي الحمد لله على مدار السنوات منذ إنشائه هو الرائد في المنطقة، ويمكن بنبص إن هو مش بس رائد في المنطقة، ده ليه مكان على المستوى العالمي. وعشان كده مهم جدا جدا إحنا بنستغل الكلام ده ونستثمر اسم النادي الأهلي، العلامة التجارية للنادي الأهلي، النجاحات الرياضية للنادي الأهلي، عشان نقدر نوصل لأسواق مختلفة مش بس السوق المصري. وعشان نقدر نعمل الكلام ده لازم نخلق تميز واضح جدا جدا في علاقتنا مع المعجبين والفانز والجمهور بتاعنا. احنا في الاخر ده بيزنس انترتينمنت، يعني الرياضة دي رياضة بتسمى انترتينمنت سبورتس، يعني حد بيتفرج على حاجة بيهتم بيها جدا جدا جدا، سواء هو طفل سواء هو راجل سواء هو ست سواء بيتكلم عربي بيتكلم لغة تانية، ففيها جزء كبير جدا جدا من الدايفيرسيتي. شطارتنا ان احنا ازاي نتفاعل مع المعجبين والفانز والجمهور بتوعنا عشان نديلهم خبرة وتجربة مختلفة تتماشى مع احتياجهم العصري النهاردة. ويمكن كلنا عارفين في حاجة اسمها جينيريشن زي،
ما اعرفش انتوا سمعتوا اللقب ده ولا لا، ده العالم بيه كل شويه كده يصنف نوعيه الجينيريشنز او الاجيال اللي موجوده. ففي جيل دلوقتي اسمه جيل زي. جيل زي ده يعني ايه؟ الجيل ده بيبص يشوفه بيفكر ازاي، بياخد قراراته ازاي، بيستثمر ازاي. فهو بيستثمر او بياخد قراراته عن طريق ثلاث حاجات. اول حاجه بيدور على الاستمراريه والسستينابيليتي. يعني ايه؟ يعني انا عايز اعمل اي حاجه عايز اتاكد ان انا عندي استمراريه فيها. اتنين، عايز منتل هيلث، يعني عايز عندي راحه يعني نفسيه وعقليه في حياتي. وعشان كده بنلاقي ان الشباب دي كتير جدا جدا بتاخد قرارات يروح شركه يقعد سنتين ويمشي، ومع انه هو مبسوط وشغال ولكن مش هو ده اللي مديله المنتل هيلث. تالت حاجه والنقطه المهمه جدا جدا، الديجيتال decisions making process اللي هو بياخدها. فهم معتمدين على التكنولوجي، وعشان كده احنا مهتمين جدا جدا ان بنقدم صوره غير تقليديه في علاقتنا الاستثماريه مع الجمهور ومع الفانز بتوعنا عن طريق تعظيم البراند سواء لفرقه الكوره او للعيب الكوره او التجربه اللي بتتم عن طريق الصناعه اللي اسمها كره القدم. ومهم جدا جدا ان احنا عندنا طموحات كبيره جدا نقدر نوفر دخل غير تقليدي، وده التكليف اللي جاي من مجلس الاداره كابتن محمود الخطيب، ان ازاي الشركه بقى ليها ذراع الاستثماري التجاري اللي بتنمي الدخل بصوره مستمره، بصوره بتزيد سنه بعد سنه، نتيجه ان احتياجاتنا زي ما حضراتكم عارفين كلها بتزيد سنه بعد سنه، لان طموحاتنا بتزيد سنه بعد سنه. تاني، احنا موضوع الرعاة كان احنا متعودين على السبونسرشيب. يمكن انا مبسوط ان يمكن العقد اللي تم توقيعه الفتره الاخيره عن طريق المتحده مع النادي، احنا الموضوع اتغير لعلاقه استراتيجيه. ما بقاش مجرد ان احنا سبونسرشيب بنعملها ويجي حد يحط اللوجو ويستفيد بالرؤيه الاعلانيه وخلاص، ولكن في تطور في العلاقه، وبقى مهتمين جدا جدا بالشراكه الاستراتيجيه، وهدفنا ننمي الدخل ونعظم الدخل بالنسبه للشريك الاستراتيجي بتاعنا. فاحنا عندنا مجموعه من الشركاء الاستراتيجيين عن طريق المتحده، مهتمين جدا 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 ان احنا نقدر نقيس ازاي هم بيستفيدوا من العلاقه دي كل يوم، نعظم العلاقه دي كل يوم، نزود دخلهم كل يوم، ونقدر نعمل حاجه اسمها كروس سيل اند اب سيل اند مونيتايزيشن، وهو ده اللي اي حد من الشريك الاستراتيجي بيدور عليه. فلازم احنا دايما عقلنا يبقى تجاري في الناس المسؤوله عن الناحيه الاستثماريه والتجاريه. انا مش عايز اطول على حضراتكم، تاني فخور جدا جدا ان انا النهارده ده اول مشروع، يمكن ده نطاق مشروع تدخل فيه ناس كتيره جدا، بدايه من مجلس اداره النادي للشركه، طبعا شركه جرينتا. انا يعني عمرو من الشباب الواعد جدا، واحنا حاطين امال كبيره جدا على جرينتا ان دي تبقى اول موديل لينا في الشركه بننفذه في العلاقه التجاريه والاستثماريه والشراكه ما بيننا وبين جرينتا، وعايزين الموديل ده نطبقه في شركات تانية. فعمر متشكر جدا وبست اوف لك، وطبعا برحب بعضو مجلس اداره برضو من شركه جرينتا استاذ محمد جلال، ويعني وباسم طبعا موجود معانا برضو، انا مش عارف هو فين، وبرحب بيك جدا. وهستأذنكم ان عمرو هيبتدي النهارده يكلمنا بالظبط يعني ايه المنتج اللي احنا بنتكلم عليه النهارده. شكرا. احنا حريصين يا جماعه تسمعوا الناس عشان تفهموا، لان الموضوع ده متخصص قوي، حتى تجد كثير من المصطلحات باللغه الاجنبيه بعضنا هيفهمها والمتخصصين، وبعض الاخر ربما يفهمها من سياق السرد والشرح بعد كده. انما كل اللي انت سالتني واحنا يعني بنسمع في ملاحظه انا كنت ناوي اتكلم فيها، لكن يعني هي كويس الناس ترعت انتباهك. لماذا القندوسي؟ يعني هي حاجه تبني انها بره الموضوع، انما الاستاذ خالد شاف احمد القندوسي فرحب بيه. لماذا اختار النادي الاهلي القندوسي؟ هو ده يا جماعه لب المواضيع اللي بتوريكوا التفاصيل. القندوسي ده وهو لاعب عربي اجنبي داخل النادي الاهلي كل يوم لازم يكتشف يعني ايه النادي الاهلي. هو مبسوط كلاعب كوره لكن ما شافش المشهد ده، فكان من المهم ان يكون اللي يمثل الكوره هو لاعب زي ده، يقعد بقى يسمع اهل المستقبل جاي ازاي. انت بتقول هو الاهلي ده ايه،
مش معنى الاهلي هو ان بيجيب الكلام ده منين، هو ازاي بيفكر بالطريقه دي، مؤسسيته جايه ازاي. جه وحضر وكان سعيد جدا جدا باللي شافه، ومؤكد ان دي بتربط اللعيب وبتدي له الشغف انه عايز ينجح مع كيان، بتعلي القيمه جواه، كيان عالمي. ما هو شايف قدامه كيان عالمي. الاختصار اللي قاله خالد عشان ادي فرصه، لان اللي جاي هو المهم بقى في التفاصيل اكتر. الشركه دي جايه تعمل ايه؟ انك انت عندك منتج او عندك براند وعندك سوق، السوق اللي هو ايه؟ محبينك، جماهيرك، ازاي توصل لهم تدي لهم حاجه تخليهم شديد الشغف والمتابعه والتواصل بيزيد من تواصل الجماهير معنا دي من خلال الحاجات اللي هتقدمها الشركه دي، والجمهور يبتدي يرتبط بقى بفكره، بهديه، بمناسبه بقى. مش عايز احرق الشغل هيمشي ازاي، ولكن هو ده ملخص الامر. ولذلك يا جماعه، لو ان الاهلي ليس له هذه الشعبيه الكاسحه ما اهتمت الشركات انها تتعاقد معاه. الشراكه احنا قال لك كمان حولنا الموضوع من رعايه، تاخد اللوجو تحطه وتشير انك انت شريك، يعني الراعي بتاعي، الى شراكه بالمعنى انا شريكك في كثير من التفاصيل التفاعليه، التفاصيل اللي بنتحرك فيها وبنطور من علاقتنا فيها مع بعض. اهم حاجه استاذ ابراهيم ان الراعي بتاعك تعمل له مينتنس وصيانه، انه يلتصق بيك، يبقى حريص انه يستمر معاك اطول فتره ممكنه، وهذا لا يتحقق الا اذا كان بيحقق نجاحات معاك وانت بتتطور عشان تديله حاجات جديده باستمرار. نشوف عمرو حنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا برحب بيكم جميعا. شكرا كابتن محمود الخطيب ان انت موجود معانا النهارده، وكل اعضاء مجلس اداره الاهلي، وكل اعضاء شركه كره القدم بالنادي الاهلي، وكل الحضور، اهلا وسهلا بيكم. واحنا بنتشرف ان احنا موجودين معاكم النهارده، بس هنستنى البرزنتيشن تطلع على الشاشه. طبعا عقبال ما يحطوا البرزنتيشن، انا حابب ان انا اعرفكم عن شركه جرينتا. يعني مرسي جدا لكابتن عدلي واستاذ خالد وكابتن محمود على تقديمهم لينا بالشكل ده، وده شرف لينا. هنحكي لكم شويه عننا كشركه. طبعا احنا شركه متخصصه في ان احنا نوجد ايرادات غير تقليديه، ونقدر ان احنا بالنسبه لانديه كره القدم، وده من خلال استغلال الفرصه الموجوده لتحقيق تفاعل بين الجماهير وبين النادي الاهلي او اي نادي كره قدم. ومن هنا بيجي البيزنس اوبورتيونيتي اللي احنا ممكن نكون بنتكلم فيها. احنا سابق خبراتنا مختلف على مدار العشر سنين اللي فاتوا. اشتغلنا في ماتش اللي كسبناه بتاع 5-3 بتاع الاهلي والزمالك، لو كله يفتكروا، كان في مع طبعا متحده جروب، يعني احنا بنتشرف بوجودهم. عملنا ماتش، في الماتش اول مره في وسط الماتش والناس بتتفرج تحقق تفاعل بين اللي قاعد بيتفرج وبين الماتش اللي بيحصل. فكان بيطلع كيو ار كود على الشاشه، استاذ مدحت شلبي طبعا هرانا بيه، كان بيتكلم على سكان الكيو ار كود وتوقع نتيجه المباراه. اللي حصل ايه؟ في خلال 90 دقيقه في 1,400,000 تفاعل حصل في خلال 90 دقيقه فقط، وده بيوري قد ايه ممكن يكون في اعلانات بتطلع وبين الشوطين، وبتطلع الاعلانات الموجوده في وسط الماتش اللي هي اللي بتطلع على الشاشه انيميشن، ونقدر كمان نزود ونطلع انجيجمنت اعلى وتفاعل اعلى في وسط الماتش. وده انا بحب اسميه الكونتكستوال انجيجمنت، يعني في وسط ما انا قاعد بعمل حاجه، انا بشتري تذكره الماتش، انا باخد حاجه معاها، انا بتفرج على الماتش، انا بقدر اتفاعل. ودي الطريقه اللي نقدر نقدم بيها المنتج دايما للناس، انه في عز الوقت اللي هم فعلا عايزين يتفاعلوا فيه. فدي نقطه مهمه جدا. فكانت النجاحات دي كلها مبنيه على ان احنا بنتعاون مع ناس عندها فيورشيب عالي جدا او قاعده عملاء كبيره جدا، ونقدر ان احنا نطور وناخد نحقق ايرادات من مصادر جديده ومختلفه. فطبعا لما جينا نفكر في مجال كره القدم، ما كانش في احسن من النادي الاهلي، النادي الاعرق والاكثر جماهيريا في المنطقه العربيه وفي افريقيا.
ان احنا نقدر ان احنا نعمل معاه حاجه زي ديت. بس حابين الاول نشوف طب هو ايه اللي بيحصل بره مصر علشان نتخيل بس ايه اللي بيحصل بره، ونشوف ازاي نقدر نطبعه على السوق المصري اللي هو اكيد مختلف عن اللي بيحصل بره مصر. فبصينا على اللي بيحصل بره ولقينا ان مع التطور التكنولوجي ودخول الانترنت بشكل قوي ومع كورونا زي ما كابتن محمود كان بيتكلم، ابتدى يبقى فيه رغبة غير عادية عند المشجعين، لان بقوا خلاص الديجيتال بقى حاجة اساسية في حياتهم لانه كانوا معزولين في الكورونا. ازاي يقدر ان احنا نعمل فان انجيجمنت او تفاعل رقمي بين الجماهير وبين نادي كرة القدم؟ الريادة في القصة ديت او يعني قبل ديت ممكن نقول انه الفرصة بتاعت التفاعل ديت خلقت مجال ان يطلع ايرادات من المجال الرقمي فوق المجالات التقليدية بتاعت حقوق الرعاية وحقوق البث فهي مش بتصطدم بيها ولكنها بتبني عليها. عملنا القصة ديت، شفنا الريادة كانت لمين؟ فالريادة كانت لمانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد اكشلي كان عندهم القصة ديت من 2018. الراجل سي او بتاعهم كانش سي او ساعتها، هو حاليا كارنت سي او. مانشستر يونايتد هو اكتر نادي في العالم بيحقق ايرادات من التفاعل الرقمي. ده بيحصل ازاي وبيحصل ليه اصلا؟ لان هو مانشستر يونايتد عنده قاعده جماهيريه غير عاديه، حوالي 600 مليون واحد على السوشيال ميديا. فابتدوا يفكروا ازاي الناس الموجوده ديت نقدر ننقلهم على منتجات رقميه ونقدر نعمل منها فلوس بره خالص الرعايه اللي بتتعمل كل على طول، يعني ده اوفر اند اباف يعني زياده. وكان مانشستر يونايتد عنده كمان قدم حاجات بسيطه جدا للجمهور، بالنسبه لنا احنا واحنا بنقدمها ممكن فكره بسيطه جدا، بس هي بالنسبه للجمهور حاجه مهمه جدا جدا جدا. وده كان القصه بتاعت مانشستر يونايتد. الفكره بقى هنا ان جي سي او بتاعهم وقال واكد على اهميه الفان انجيجمنت. فاتكلم على الفكره دي بشكل بسيط جدا. قال ايه؟ عايز تزود اللويالتي بتاعت الراجل المشجع، فعشان نزود الولاء محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين نحسس الراجل ده ان هو اقرب الى النادي. طب ايه احسن طريقه نخلي الراجل ده اقرب بيها الى النادي؟ ان احنا نعمل له حاجه يقدر يستخدمها كل يوم في حياته، منتج رقمي بيديله كل يوم فرصه ان هو يبقى اقرب الى النادي بعيدا عن الحاجات التقليديه زي الاخبار والصور والفيديوهات. لا، هو الراجل ده عايز يكون اقرب خطوتين ثلاثه عن كده. فبالتالي ابتدوا يدوهم حاجات بسيطه جدا زي مسابقه، انت بتحب مانشستر يونايتد قد ايه؟ ولو انت بتحب مانشستر يونايتد قوي هتكسب تي شيرت ممضيه من احد اللعيبه. حاجه تقدمها للجماهير سهل جدا، ولكن بالنسبه للجمهور هي حاجه في غايه الاهميه. ومن هنا ابتدى يعظم زي ما خالد كان بيتكلم البراند بتاع مانشستر يونايتد اكتر واكتر، وما بقاش بس الايراد بيجيله من المنتج الرقمي اللي هو بيبيعه بس، بقى الايراد كمان بيجيله لان قيمه البراند زادت، فبقت حقوق الرعايه بتزيد كمان هي بالتالي، وده طبعا في الاخر مفيد للجميع. طب احنا قسمنا الكلام بتاع الاستاذ عمرو الى جزئين لاهميته الشديده وانكم تفهموا الفكره. هو سيبك من يعني مش هكرر المقدمه، لكن هتوقف لما قال ان اكبر نادي في العالم عنده قاعده جماهيريه على السوشيال ميديا هو المان يونايتد، مانشستر يونايتد، اللي ابتدى يستثمرها في 2018 وقدرت ب 600 مليون متابع. طب المان يونايتد من 2018 مش في احسن حالاته، لكن عنده تاريخ وتراكم، ده اللي احنا بنقوله. الشعبيه مش زرار بتتك عليه تعمل شعبيه، مش عشان خدت بطوله ومش نتيجه وبس، ده 3 4 سنين يعمل لك جزء من الشعبيه. لكن وايضا لا يفقدك شعبيتك انك تنحسن عنك الاضواء سنه او اثنين او ثلاثه. انما القاعده بتاعتك، واحنا لما كنا في اليابان يا استاذ ابراهيم شفنا حجم مانشستر يونايتد هناك عامل ازاي. فهو هم استثمروا، قال لك كلمة مهمة جدا، مش بس ان انا تابعني، انا عايز احسسك ان انت وانت بتتابعني تشعر ان انت بالذات ليك معزة عندي او ليك صلة حميمية بي. فقالوا لهم ايه؟ تنبأ بكذا تاخد فانيلا ممضي عليها من فلان الفلاني. فبتزود الولاء، بتزود الارتباط. دي فكرة من ضمن الافكار البسيطة، لكن في الاف الافكار هتعمل. هو الفكره وان كانت تبدو بسيطه
ادارتها هو المعقده، انك تعمل فلوس من الافكار البسيطه. وناس كتير جدا تقول لك ايه اتبرع مثلا ناديك، دي طريقه قديمه. الجديد ان الجمهور يتفاعل معاك في حاجه هو عايزها يستمتع بيها ويفيدك وانت بتديها له. عشان كده لو تذكر انا من حتى قبل جرينتا لما كنت يجي راعي جديد يمضي معاك فاقول له اللي عايز يدعم ناديه يشتري منتجات الراعي. صحيح. ليه؟ لانك ما تشتري منتجات الراعي بتعمل فايده للراعي ده، بتخليه يستمر معاك. لسه بقول لك صيانه العلاقه. وبتحس ان ارتباطه بيك بينميه وبيكبره، فلما تيجي تطلب منه ارقام زياده يديك الارقام زياده لانه كسبان. فيا جماعه ارتبطوا برعاة النادي وارتبطوا بالتفاعل مع تجاربه الاقتصاديه، هتكسبوا لحظات حميميه خاصه بكم. اللي عايز صوره، اللي عايز، مش عايز احرق الخطه اللي نازله. لكن هتلاقوا ارتباطكم بالنادي الاهلي زاد بشكل شخصي، بشكل شخصي. وكلما زاد ارتباط الجماهير وولائها لناديها زادت قيمته التسويقيه وتعظمت ايراداته والعمليه بتنمي بعضها. نكمل على ما تبقى من هذا البحث الاقتصادي. بعد ما مانشستر يونايتد حقق النجاح ده ابتدت انديه عالميه اخرى تمشي على نفس الخطه بتاعه، فريال مدريد، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، اي اسم، انتر ميلان، اي اسم، ده لو دخلنا اونلاين النهارده هنلاقيهم بيقدموا منتج فعلا للفان انجيجمنت، لان هم نفسهم يوصلوا للارقام. يعني مانشستر يونايتد بيطلع 100 مليون دولار في السنه، ده يكفي ان هو يشتري لعيب. يعني انا عملت منتج سايد برودكت كده يجيب لي، خليني اشتري لعيب، ولعيب كبير مش لعيب صغير ب 100 مليون يعني. المهم دي قصه مانشستر وده اللي بيحصل بره. فكرنا بقى ازاي نقدر نطبع دوت في المنطقه، وما كانش فيه احسن من النادي الاهلي. زي ما قلنا هو النادي الاكثر شعبيه في المنطقه والاكثر نجاحا وتتويجا، ان احنا نقدر ان احنا نقدم له المنتج دوت. المنتج ببساطه شديده مبني على فكره اللي احنا قلناها، ازاي اقدر ان انا اقدم افكار مبسطه جدا للعميل يقدر يفهمها ويستوعبها، وفي نفس الوقت تبقى بالنسبه له حاجه كبيره جدا غيرت حياته. ناس كتير جدا بتعدي بس جنب سور النادي الاهلي بتحس بالفخر. فازاي نقدر نستغل دوت، نزود اللويالتي، نزود التفاعل اللي ما بين الفان وما بين النادي، ومقابل التفاعل ده نبقى بنديله هدايا وشويه عروض وشويه تجارب مختلفه يقدر من خلالها ان هو يحس ان هو مميز ويبقى قاعد جنب اصحابه وحاسس ان هو انا اهلاوي، انا امباورد، انا عندي حاجه مختلفه. ده مهم، وده اللي بيعمل قاعده كبيره من الفانز اللي هم بيعملوا، بيبقوا هم يتحولوا الى اسيت بعد كده، ويبقوا نحول المشجع الى أسد نقدر نبني عليه أكتر في نجاح التجاري. وعشان ما أطولش عليكم وفضل الـ 2 سلايدز، الطريقة اللي ممكن يطلع فلوس من الحكاية ديت مش بس الطريقة المباشرة بتاعت أنك تبيع المنتج باشتراكات، ولكن ده بيأثر بشكل أكبر وأهم على الرعاية اللي بتحصل والرعاة وأي حد ممكن يكون نفسه يشتغل مع النادي الأهلي. وأديكم إكزامبل بسيط جدا، مثال جميل قوي، بمثلا شركة زي شركة كوكاكولا على سبيل المثال. النهاردة كوكاكولا كانت أحد رعاة النادي الأهلي، معرفش دلوقتي هي لسه راعي ولا لا، بس على سبيل المثال كوكاكولا أو تايجر أو حتى اتصالات. أنت النهاردة الراجل بيجي يحط فلوس علشان ياخد حق رعايه، وبيحط البراندنج كله وبياخد كل الرايتس اللي هو عايزها، بس هو يقدر يطلع فلوس اكتر ويعمل ويبسط المعاميل بتاعه اكتر لو مثلا انا بشرب كوكاكولا وعلى ظهر الغطاء لما بشرب بيجي لي كود بخش اشترك بيه في المنتج ببلاش، فكوكاكولا قربتني للاهلي وادتني فاليو، وده اللي انا بسميه تفعيل الرعايه. فاللي هو احنا بنتحول من انها مجرد عقد رعايه زي اللي عملناه مع محمد صلاح اللي انا شرحته في الاول لتفعيل الرعايه، ويبتدي المنتج ده فيدخل ايرادات بشكل مباشر وغير مباشر، لان رغبه الراعي بتزيد ورغبه الراعي في انه يدفع اكتر لانه شايف فاليو اكبر وشايف ان هو هيعمل كاستمر لويالتي للعميل بتاعه، فيبقى الراعي استفاد والنادي استفاد، ومن هنا هو ده البيزنس موديل زائد طبعا السيلز بتاعت الاشتراكات يعني. طيب عشان نعمل الكلام ده كله كان فاضل حاجه واحده بس اللي هي ايه؟ الاكسكيوشن، وهو اهم حاجه في الافكار الرائده. طبعا زي ما كابتن عادلي قال الطموح كبير، بس عايزين يعني نمانج طموحنا، بس في نفس الوقت الاكسكيوشن مهم. واحنا لما اتكلمنا على شركه الاهلي كره القدم كان
الحاجة الأساسية اللي احنا بنقدمها خبرتنا في السوق المصري، لأن السوق المصري ليه ميكانيكس معينة، العميل المصري لازم نخاطبه بشكل معين، لازم نتعامل معه بشكل معين، لازم نقدم له التكنولوجيا المناسبة ليه. فبالتالي احنا بنقدم في جرينتا الخدمة end to end من الألف إلى الياء، من أول بنشتغل مع طبعا أستاذ أمير توفيق والشركة إن احنا إيه القيمة اللي هنقدمها للعميل بشكل واضح لما يشترك في هذا المنتج، وكمان البراندنج والتسويق بتاع القصة، إزاي هنوصل، إزاي هنخاطب الناس. نادي الأهلي ده بالنسبة لنا ناشوناليتي، جنسية بعد مصر الأهلي، فإزاي هنكلم الناس ونخاطبهم بطريقة تحركهم إن هم يتفاعلوا ويبقوا عايزين فعلا يعني يأدبتوا حاجة جديدة بتتقدم لهم لأول مرة. وطبعا هنقدم التكنولوجي المبسط السهل اللي الناس تقدر تستخدمه، لأن المصريين غير مثلا الناس اللي في أوروبا، فوينيد لازم دايما يكون الحاجة اللي بنعملها مناسبة للناس. وآخر حاجة طبعا وده في غاية الأهمية لما نيجي نقدم حاجة زي كده، التواصل مع الناس، نتأكد ان احنا بنعمل دعم مش بس فني، بس دعم كمان للعميل بشكل مباشر، عشان الناس تقدر ان هي تكون حاسة ان هي لاقي حد تتكلم معاه يعني وبتحل لها مشاكلها وهكذا. فده مور اور لس اللي احنا هنقدمه، وان شاء الله احنا بنتطلع ان احنا نشتغل مع استاذ امير ان احنا نلحق نطلع ان شاء الله قبل ما السيزون يخلص. وبنشكركم على الفرصه اللي انتوا اديتوها لنا وثقتكم، ويا رب نكون قد المسؤوليه. وميرسي جدا وشكرا جزيلا يعني. ثانك يو سو ماتش. طيب احنا ليه حرصنا ان كل ده يتقال وتسمعوه، رغم ان الناس كتير تقول لك لما الناس هتقلدك؟ احنا عايزين الناس تقلدنا. هذا درس مجاني من متخصصين في كيف تدير شعبيتك وتنمي مواردك من افكار. هذا يا جماعه انا عايز اقول اللي بيقعد يقول لك هو ليه الاهلي وشمعنا وقسموها والعداله، لا، العدالة اللي بيفكر ياخد مقابل تفكيره، اللي بيشتغل ينجح. العدالة اللي بيستثمر قاعدته ياخد ينجح. كل واحد بقى يتفضل يشتغل. احنا مش بنقول سر، اهو درس مجاني، اتفضلوا اللي عايز يعمل حاجة. فاحنا ما هو أستاذ إبراهيم ناس كتير بتقول ما ده الناس هتقلده. ايوه ما تقل، ما احنا قلدنا ناس، مش دي المشكلة يا أستاذ إبراهيم. مشكلة ان تكون عندك المشكلة ان انت تبقى حاطط نفسك في الإطار الحقيقي اللي تقدر والدايرة اللي تشتغل فيها. فاحنا الكلام ده مهم جدا، الكلام ده يا جماعة قريب جدا هنبتدي نطرح، أو جرينت هتطرح منتجاتها، وننتظر منكم الإقبال الذي نتوقعه لإنجاح الفكرة، زي المان يونايتد ما ألهم ريال مدريد وألهم بايرن ميونخ وألهم باريس سان جيرمان وخلافه. احنا برضو بنسعى، احنا انا قلت لك ملناش مرجعيه، يعني احنا مش جايين يعني اعمل 1 2 3 كشركه، احنا جايين نعمل نموذج الناس هتبني عليه. ودي الصعوبه، انك بسرعه تقدر زي اداره التسويق والاستثمار لما تكونت في اخر في اول الالفيه الثانيه، وابتدت تعمل النموذج اللي الناس ابتدت تمشي عليه. كان صعب، يعني الكلمة الشهيرة بتاعت الأستاذ محمود طاهر، هو الجوب ديسكريبشن فين بتاع عدلي؟ قلت له أنا هعمله ولو إن أنا كنت أتمنى أجي ألاقيه. فلما اتعمل خلاص بقى في واقعه بيترجم، بيتطور بقى، ما كانش أحسن حاجة ساعتها، لكن بيتطور بالحماس، وبتصدق حلمك، بتروح لمناطق تخليك بإذن الله. النادي الأهلي يا جماعة لن يتوقف عن التفكير لحد ما يلاقي الحجم الذي يناسبه، وبإذن الله ما لقوش لأن السقف متحرك. هذا ده كلام مهم جدا، وارجع أفكركم بالرمية الثلاثية الكبيرة اللي رماها الكابتن محمود الخطيب، رغم أنه هو نجم كورة مش نجم باسكت، لكن من الدورة اللي فاتت كانت الثلاثية تاريخ مبادئ تطوير، تطوير اللي انتوا بتشوفوه في الأفكار والتفكير اللي انتوا شايفينه في مختلف جوانب العمل في النادي الأهلي، يخليكم تقولوا هذا التاريخ الكبير العريق اللي بتحميه وبتصونه هذه المبادئ، لا بيتطور وبيتنامى مع آليات المستقبل والعصر. عشان كده ما تخافش على الأهلي أبدا. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام تاني مهم.
أظن ما تخافش على الأهلي دي عبارة فيها كل الوضوح والصراحة والدفء كمان لكل واحد أهلاوي. ناس كتير عمال تبعتلي قد إيه حاسين بالسعادة وحاسين بالفخر إنه شايفين النادي الأهلي بيتطور علميا بهذه الآليات الحديثة وبهذا الفكر اللي سابق عصره. وشفت المهندس عادل وهو بيقولك إحنا بنقدم نموذج مش مخبيين حاجة عن حد، لكن ما هو اللي عنده قاعدة يشتغل عليها ويستثمر وجودها ويتحرك من خلالها فليفعل، وفي هذا فليتنافس المتنافسون. عشان كده أعتقد ضربة البداية مهمة. مقالي ومقاله، الحساب على ما ضاع. الجملة دي عبقرية الحقيقة، قالها المهندس عادل من فترة. الأهلي الوحيد اللي بيتحاسب على ما فقده أو ما ضاع منه من بطولات، يعني وكأنه خلاص بقى الراسخ في الذهنية العامة إنه البطولة اللي يدخلها الأهلي لازم يكسبها، لو ما كسبهاش يبقى هو لازم يتحاسب ولازم الناس تزعل. الأهلي يا جماعة السنة دي في أجندة النشاط الرياضي فقط في ألعاب الصالات الثلاثة، سلة وطايرة ويد، مش هنتكلم على السباحة ولا هنتكلم على تنس الطاولة اللي لسه رجال وسيدات كسبانين الزمالك 3-0 وفي الدوري. لكن الحقيقة كل هذا التفوق في بقية الألعاب أمر طبيعي. في حصر ألعاب الصالات الثلاثة رجال وسيدات الأهلي 17 بطولة، وأقرب منافسين له نادي الزمالك الشقيق 5 بطولات 17-5. لكن مع هذا آخر ما ضاع من الأهلي النهاردة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد. قبل ما تخش في الحتة دي لا أنا مش موافق إن أنا ما احسبش العاب القوه، ما احسبش العاب الماء، ما احسبش العاب المضرب التنس والسكواش وتنس الطاوله. هتتحسب طبعا. ليه؟ ليه؟ لان دول واخدين من اهتمام النادي الاهلي ميزانيته 50% كمان. انت ده جيوش، جيوش من الابطال بتقدمها لمنتخب مصر في السباحه وفي الجمباز وفي الكاراتيه وفي يعني، وانت بكل المقاييس انت المتصدر. أنت المتصدر. فيعني عملية يعني كان زمان بيعملوا الدرع العام للرياضة. وكان الأهلي بيحتكرها. أيوه. السنة دي لو عملتها مش هتحتكرها، هتحتكرها وتحتفظ بيها. أيوه. من كتر الإنجازات اللي عندك. أنت دلوقتي بقيت مفيش منافسة، مش يعني امبارح تنس الطاولة. أيوه. الناس بتتابعها باهتمام، عودة نهال مشرف وصعود هنا جوده وعوده عمرو عسر والبيلي ومش عارف مين، خلت الناس مهتمين. انا اتفرجت على ماتش تنس طاوله امبارح استاذ ابراهيم. ايوه. ده يتحط في موسوعه جينيس. عمرو عسر الشوط من 11 بونت. ايوه. متاخر في الشوط الاولاني كام؟ ايوه 9-1. حد عاقل يقول ان عمرو يكسب الشوط ده؟ واللعيب اللي قدامه أجنبي. كسب الشوط ده. كسب الشوط ده 12-10. لا يا عمرو ما شاء الله عليه. لا 9-1. أي واحد هيقول لك طب أسيبك من الشوط ده خلصت عشان أركز في اللي جاي. قال لك وسيبني ليه؟ ما أفرهضه. تك 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 تك. أنا قاعد مش مصدق. يعني خد 11 بونت مقابل بونت متتاليه. فمين مين ما يستمتعش بهؤلاء الابطال؟ ومين غير الاهلي يقدم لك هذا النموذج؟ الحقيقه يا جماعه هي احنا طبعا في البدايه بدانا الحلقه المهندس عدلي وجه التهنئه لنادي الزمالك على فوزه بكاس الكؤوس الافريقيه لكره اليد في النادي الاهلي. رجال كره اليد السنه دي الاهلي اخذ 3 بطولات والزمالك اخذ بطوله مع فريق اعتقد بيعاد بنائه وبيعاد تكوينه بشكل قوي. وإن كان البطولة دي الماتش ده بالذات كان في المتناول. أيوة. انت مضيع 3 ضربات جزاء الشوط الثاني وخلص بفرق جون، انت مضيع 4 فاست بريك الشوط الاولاني، انت يعني حاجات بره الـ 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 يعني بره المنطق والاسباب. يعني انت لو جبت نص الفرص اللي ضاعت دي كنت هتكسب مرتاح، لكن الزمالك كسب البطولة خلاص بشموخ الرياضة وبمنطق البطل تقول له مبروك. عايزين العلاقه تستمر على هذا النهج حتى انخدت بعض الوقت
في يعني غيرك مش هيعملها معاك، يا رب يعملها. هنا احنا دي هديتنا للوسط الرياضي، عودة التنافس الشريف والروح الرياضية. فرصة كويسة للاتحادات ديت ان الجمهور بدأ متعلق بيها، يعني واضح انه في بقى في حرص على جداً متابعة السلة والطايرة واليد. ويجب بقى الاتحادات دي تسوق نفسها من خلال بطولاتها وسائل الإعلام. بس مش على حساب الأندية، كل الأندية معظم دخلها من رسوم القيد، من انتقالات اللاعبين بمبالغ فظيعة جدا. ولما تيجي قناة الأهلي أو الزمالك عايزة تذيع ماتش تبص تلاقي دافع مبلغ قد كده. لا، اقفوا جنب الأندية عشان هم اللي بيصرفوا وبيطوروا وتعاونوا مع بعض، وابدأ دلوقتي وكله يكسب، اي سعر قليل عشان تكبر وكله يكسب. عندك مجالات اخرى في التسويق تقدر تكسب منها. مش ضروري الأندية اسهل حاجة ان انا احملها كل حاجة، هتحمل التحكيم وتحمل الانتقالات وتحمل مش عارف الغرامات وتحمل. انا جمهوري لما بيعمل مشكلة انا بتحمل غراماته، يعني هو ما بيدخليش دلوقتي للحرمان الجماهيري الدخل اللي يساوي الغرامة اللي بتوقع علي. فالموضوع بقى عيب زيادة على الأندية. لكن بالنسبة للأهلي الحساب على مضاع ده منطقي؟ منطقي، لأن الأهلي عود الناس على كده. منطقي لأن طموح النادي الأهلي وجماهيره ما بقالوش سقف. أنا الأهلي خلاص، في جمل أنا الأهلي حلو وأنت الأهلي بس العب، وإذا وقعت منك بطولة إذا ما قصرتش. ايوه، هو انا النهارده لما اخسر فرق جون في 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 ماتش حاسم وانا كسبان ثلاث بطولات لقاء ثلاث بطولات في قبل كده، وارد ان انا اكون دي اوف قال يعني. ان انا هبقى مبسوط وانا خسران، بس اتعود ان انا ما اقصر. الخساره بشرف. ايوه، حتى لو بان ان في رعونه، حتى لو بان ان في عدم توفيق، حتى هي دروس بتتعلم منها. لان برضو فكره ان انا ابقى بلا منافس، لازم يبقى فيه منافس وتنافس. بس انا عايز اكسب، وانا مع الجمهور عايز اكسب كل حاجه، وانا جمهور وانت جمهور، واحنا فين؟ صحيح، ما احنا جماهير، بس عايزين نتعود ما لا يدرك كله لا يترك كله. يعني هو ده. والاهلي الحمد لله، نعمه الاهلي في ايه؟ انك عدد لحظات تصدير الـ 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 الحزن الرياضي مش كتيره في حياه الاهلاويه. عايزين نفخر بهذا، لكن باستمرار. لاعب النادي الاهلي هو عارف دي، عارف ده طموحه وده الضغط اللي محطوط عليه، فلازم يبقى شخصيه مختلفه. وعشان كده الاهلي لولا هذا الحرص على الرغبه الدائمه في التفوق ولا تقبل الهزيمه، ما كانش الاهلي بقى نادي القرن العشرين. وبمناسبه الاهلي نادي القرن، الاستاذ لميس الحديدي استضافت الاستاذ ابراهيم معشماوي وفي طريقه لل 21 ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله، عايزين نبقى نحتفل بيه في نهايه القرن ان شاء الله. ان شاء الله خلي ارواحنا ترفرف. بدنا نديك الصحه وطول العمر. طيب الاستاذ ابراهيم معشماوي عايش 100 سنه ابراهيم. بدنا نديك الصحه. استاذ ابراهيم عشماوي من وزاره التموين مع الاستاذه لميس الحديدي، هي كلمته على نادي القرن وايه الدوشه اللي انتوا عاملينها. هو الاهلي ما عادش نادي القرن؟ العلامه التجاريه بتاعه الاهلي كنادي القرن هل طرأ فيها جديد ولا لا؟ نشوف لميس الحديدي الاهلاويه الغيوره جدا مع الاستاذ ابراهيم عشماوي. مالكم ومال نادي القرن بقى؟ ايه علاقتكم في وزاره التموين بنادي؟ وزاره التموين والتجاره الداخليه مسؤوله عن تسجيل وتوثيق العلامات التجاريه والنماذج الصناعيه والمؤشرات الجغرافيه. خلي بال حضرتك، اهم حاجه بالنسبه لاي مستثمر او اي شركه العلامه التجاريه. هل نادي الاهلي او الزمالك تقدم؟ الاهلي كان تقدم من 2001 وتم تسجيل العلامه كنادي القرن، وقدم الوثائق الداله وتم فحص العلامه. دايما العلامه بتبقى مدتها 10 سنين وبتتقدم وبيعاد تسجيلها، فدايما المسؤول عن هذا الامر هو صاحب العلامه. فالنادي التجارية. الاهلي لم يتقدم؟ لا، انا ما قلتش لم يتقدم. طيب يعني دلوقتي الاهلي كان حصل على هذه العلامه؟ صحيح، في 2001 وتم توثيق هذه العلامه،
وتم تسجيلها داخل الزمالك تحت نادي القرن. هل هذا هذه العلامه ما زالت قائمه لعدم؟ والحقيقه انا ما اعرفش هل تم تقديم الوثائق اللازمه للتسجيل. الزمالك بقى دخل ينزعه ويقول له انا كمان عايز العلامه. ولكن الزمالك ما سجلش هذه العلامه، ولكن الامانه تقتضي اقول ان النادي الاهلي سجل هذه العلامه سنه 2001. كان الحقيقه دعم هذا الامر بالوثائق. خلي بال حضرتك وزاره التموين والتجاره الداخليه زي ما قلنا شقين، شق بتاع التموين وشق بتاع التجاره. شق بتاع التجاره هي الممارسات اللي بتحصل في السوق، تسجيل العلامات التجاريه. فالاهلي بالفعل كان تقدم وتم توثيق وتسجيل هذه العلامه. هل بتسقط العلامه بعد عدد من السنين؟ بعد 10 سنين. بعد 10 سنين الفتره بتاعه العلامه 10 سنين، وبعد كده حضرتك بتتقدمي باعاده تسجيلها مرة أخرى وليك الحق في هذا. لكن لو نسيتي أنك أنت تسجليها بتسقط بعد 3 شهور، ومن حق لأن التسجيل بيبقى بالأسبقية. تاني تسجيل العلامة بالأسبقية. بس ما جي بس حتى هذه اللحظة لم يحصل الزمالك على أي توثيق في أنه خسر النادي. لا لا لم يحدث يعني هذا. هو أنا بس عايز الناس تفرق بين حاجتين يا جماعة. وزارة التموين والكلام دي بتوثق الحقوق ليه العلامات التجارية، ولكنها لا تمنحها منح اللقب للاتحادات المعنية. هو خلاص تم منحه، ولكن استخدامه عشان ما حدش يعتدي عليه هو ده اللي بيوثق، وبلازم يحصل له تجديد ولازم يحصل له دعم عشان ما حدش يعتدي عليه. حماية الحق، دور وزارة التموين من توثيق الملكية الفكرية حماية الحقوق مش تقرير الحقوق. فموضوع نادي القرن والنبي عشان دي نقطة مهمة جدا. لكن هو الأهلي أعاد التسجيل ولا لا؟ عدت الثلاث شهور ولا الأهلي سقط تسجيل هذه العلامة؟ معنا من الشؤون القانونية في النادي الأستاذ مهاب محمد عثمان المحامي. مساء الخير يا أستاذ مهاب. مساء الخير على حضراتكم يا فندم وعلى السادة المشاهدين. تحياتي وتحيات المهندس عدلي. ولعلك تابعت كلام الأستاذة لميس الحديدي مع الأستاذ إبراهيم عشماوي من وزارة التموين، هل الأهلي أعاد تسجيل العلامة التجارية لنادي القرن ولا خلصت الثلاث شهور ولا إيه اللي حصل؟ فندم الأول نحب نكون واضحين، تسجيل العلامة التجارية هو من اختصاص جهاز تنمية العلامات التجارية. جهاز تنمية العلامات التجارية هو جهاز تابع لوزارة التموين، أنشأ بعد قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002. النادي الأهلي هو من أوائل المنشآت داخل مصر اللي بدأت في إجراءات تسجيلها العلامات التجارية من سنة 2003. تمام. وكل 10 سنوات يتم تجديد هذه العلامات. حتى الآن النادي الأهلي مسجل أكثر من 60 علامة تجارية. 60 أكثر من 60 علامة تجارية وبيتم تجديدهم دوريا كل 10 سنوات. تمام. طبعا يا فندم يعني إيه علامة تجارية و60؟ يعني مثلا الأهلي نادي القرن بيضاف عليها حاجة، إيه اللي بيخليهم 60؟ إيه الاختلاف الواحدة عن الثانية؟ من النجمة الأولى دي علامة تجارية، لغاية النجمة العاشرة احنا مسجلينها. كل ما بتضيف علامة على التيشيرت على العلامة كل نجمه بتسجلها علامه جديده. ايوه تمام. وكمان السنه دي تم تسجيل نادي القرن العشرين الاكثر تتويجا، بالاضافه الى نادي الاكثر تتويجا. كل ده كمان تم تسجيله السنه دي. تمام. في اجراءات تسجيلنا لهذه العلامات التجاريه بالاخص نادي القرن تم تقديم ايه؟ تم تقديم اسطوانه مدمجه تحتوي على فيديو تسليم الكابتن صالح سليم رحمه الله لجائزه نادي القرن العشرين في افريقيا، بالاضافه الى خطاب من الكاف وجه الى النادي الاهلي لاستلام جائزه نادي القرن العشرين في افريقيا. تمام. توثيق اللقب. توثيق اللقب، توثيق الحق. بس تسجيله للعلامه التجاريه غير لما تكون موثقه. طبعا جهه التوثيق هنا دي الكاف، وذلك بخطاب رسمي من الكاف ومقدم لجهاز تنميه العلامات التجاريه. طيب لقب نادي القرن تم توثيقه في 2003 او 2004 مش كده؟ ايوه يا فندم. هل انتهت العشر سنين بتوعه ولا لسه؟ فندم احنا بنجدد كل 10 سنوات واللقب مجدد حتى 2028. لقب نادي القرن معاك لغايه 2028
العلامة التجارية بتاعته. تمام. وكمان برضو أنا حابب أكون واضح في حاجة، إن أي علامة تم تقديمها ليها علاقة بذكر نادي القرن العشرين داخل جهاز تنمية علامات التجارية في مصر دي تم رفضها. دي تم رفضها تماماً لأن العلامة مسجلة. شاكرين يا استاذ مهاب جدا. تمام. اذا الامر واضح تماما انه العلامه التجاريه للنادي الاهلي نادي القرن كعلامه فكريه تم تسجيلها وتم تجديد هذا التسجيل بالاضافه الى بقيه العلامات التجاريه اللي طرأت على مكوناتها الكثير من التغييرات وفقا للبطولات او حتى ما يضاف الى الشعار، مش كده؟ انا هشرح لك. شكرا للاستاذ مهاب عثمان المحامي بالشؤون القانونيه في النادي. اتفضل استاذ ابراهيم. هي مش اي واحد يطلع في دماغه عايز يعمل حاجه يطلع يعملها، لازم بيقدم وثائق. انا نادي القرن زي ما قال لك كده قدمت ايه الوثائق بتاعتي؟ قدمت اللحظه الموثقه. ايوه. وهو بيستلم الجائزه وكلمته والسفيره واقفه جنبه. ايوه. وقدمت الجوابات اللي جات لنا من الاتحاد الجهه المانحه. طب انا بسجل ايه؟ وقيمه التسجيل ايه؟ قيمه التسجيل يا استاذ ابراهيم انها بتحمي هذا الحق من الاعتداء عليه. يعني انا رحت مسجل النادي الاهلي واللوجو بتاعه ومحدش يستخدم اللوجو ده اللي فيه تفاصيل بدون اذن النادي، ولاحقنا بعض الجهات اللي استخدمت هذا اللوجو تحت بير السلم وبعضهم في محلات كبيره اتاخد تعويض عليها، اتاخد تعويض وفي حد دخل السجن لانه ما قدرش يدفع التعويض. للاسف يعني. لان اتحذر مره واثنين وثلاثه وبعدين انت لما بتحمي انت كنتش تقدر تحمي هذا الحق ولا ترفع القضيه دي الا اذا كنت وثقت العلامه التجاريه بتاعتك. ايوه. اذا توثيق العلامه التجاريه هي ليست منحك الحق ولكن حمايه الحق. بالظبط، اجراءات حمايه الحق. ده كلام مهم جدا، ويبقى هناك كلام اهم بعضمة لسانه. لا شيء بعد، مفيش حاجة حصلت. ده تأكيدا على كلام مستر مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي والكابتن سيد عبد الحفيظ بعد المباراة، والكل يؤكد الأهلي لم يتأهل، مفيش حاجة انتهت. دي مباراة لعبت الشوط الأول فيها في رادس والشوط الثاني في استاد القاهرة. مباراة إن شاء الله تعالى العاشرة مساء الجمعة في استاد القاهرة، الحكم الموريتاني دحان بايدا. المباراة الأخرى هتبقى السبت، سان داونز في ملعبه مع الوداد بعد التعادل السلبي في الدار البيضاء. الفائزان إن شاء الله من مجموع المباراتين هيلعبوا في المباراة النهائية. الذهاب هيكون 4-6 بإذن الله تعالى يكون في القاهرة، والعودة يوم 11 يونيو هيكون في الخارج. ده الأمر فيما يخص هذه المباراة غدا الجمعة إن شاء الله تعالى. لكن الأهلي في تونس يعني زي ما بيقولوا في رادس لنا حكايات وأيام. في تونس الأهلي عنده انطباعات هائلة جدا، وفي نوع من التقدير الكبير للإخوة في تونس تجاه النادي الأهلي وما يقدمه. هنشوف مجموعة من الآراء التونسية اللي فيها كتير من التقدير للأهلي والاحترام للترجي بالطبع. هنشوف كابتن سامي العروسي كيف يرى مباراة الأهلي والترجي المباراة الأولى. شفت المباراة ازاي والنتيجة الكبيرة دي يا كابتن سامي؟ هو المباراة كان في اتجاه واحد، يعني الأهلي حق أول حاجة الانتصار بتاعه، خاطر الأداء بتاع الترجي كان كارثي. معناتها ما كانش هو الترجي اللي نعرفوه في كذا حاجات. يعني الحاجة الأولى الترجي قبل الهدف عن خطأ، الحاجة الثانية ما سماش ردة فعل بعد الهدف، يعني ثم يقبل هدف ثاني ما سماش ردة فعل ثانية. يعني كل مرة وين الترجي يقبل الهدف ما سماش ردة الفعل، يعني الفريق راضي بما هو موجود والنتيجة كانت أقوى منه، وهذا زاد يثبت أن الترجي
ما هوش الفريق اللي ينزم يمشي لبعيد بالنسخة هذه. كنت حاسين في الملعب ان لعيبة الترجي مستنية تستقبل اهداف اكتر من كده؟ الواضح انه كانت لازم حتى تقبل حتى الرابع والخامس. وانت الترجي الروح كما قلت ما تهمش، الترجي فاقدة للفريق القوي، فاقدة للفريق المجروح. الترجي فريق مستسلم اليوم، فريق مستسلم بتم معنى الكلمة يعني. طب كابتن سامي، السؤال الأخير كابتن سامي، تتوقع مين يكون الأقرب لحصد اللقب السنة دي؟ أكيد طبعا أنت شفت النادي الأهلي، شفت الوداد، شفت سان داونز، مين في رأيك أنه يكون أقرب لللقب السنة دي؟ الفريق الحاضر الآن الأهلي. الأهلي فريق قوي، فريق متماسك، فريق قاعد يقدم، فريق قاعد يثبت أنه فريق البوديوم يعني فريق التتويجات. الأهلي اليوم عمل مقابلة كبيرة، الأهلي عرف كيفاش يتحكم في المقابلة، الأسامي في فريق الأهلي كبيرة، والثقة اللي تكتسب فيها الأهلي ضد الرجاء وضد الترجي باش تخليها يعني كي نقولوا احنا مع سان داونز نتصور باش تكون مقابله شيقه ولا في النهائي شيق. لكن نقول لك اللي الاهلي بالخاصيات الشمال افريقيا يعني تكتيكيا، وانه الاهلي زاد ايضا والكره المصريه تعرف تلعب مع الكره الافريقيه يعني سلتو في الادوار المتقدمه، يعني نتصور الاهلي الاقرب للفوز. يعني هو لعبه الاهلي لها قوه وكاريزما مختلفه وخبرات كبيرة، أدوا مباراة كبيرة وقعد يدي ألقاب. أنا مش هكررها وراه، مش من باب الفانتازة والنعرة هاخد، أنا عندي ماتش مهم مش قال كلام يعني. أي واحد في ظروف عادية لازم يقول وأفخر بيه، لكن هأجل الفخر بعد نهاية المباراة القادمة. أنتوا سمعتوا الكلام، نشوف الكابتن خالد بدرة بقى. ما هو خالد بدرة هو ده اللي نشوف الكابتن خالد بدرة. خالد بدرة؟ نشوف الكابتن خالد بدرة رؤيته أيضا للأهلي وقيمته. قوة وعزيمة النادي الأهلي والكاريزما بتاع لاعيبة النادي الأهلي هي اللي خلت الكرة خلت المباراة تروح المستوى عالي. كان الأداء بتاع النادي الأهلي بصراحة اليوم أبهرني النادي الأهلي على المستوى بتاعه، على الوقفة في الملعب، على الروح القتالية، على التنويع في الفرص، على تنويع في الهجمات. اليوم النادي الاهلي معناتها يقعد دائما نادي كبير. اليوم الترجي الاهلي التونسي اليوم معناتها كان خارج كل شيء ترجي. هل الترجي ما زال لديه الفرص في العوده في القاهره ام لا؟ من وجهه نظرك الفنيه ايضا. وجهه نظري الفنيه معناتها خلص الموضوع، معناتها النادي الاهلي اليوم خلص الموضوع. احنا نتكلموا بالمنطق والكاليبر نتاع النادي الاهلي. معنيش باش نقول لك انا راني ثم مباراه عوده، على خاطر كان ثم حسيت اللي ثم روح في اللاعبين معناتها في مستوى، وما كانتش النتيجه بالكيفيه هذه نجم نقول لك في مباراه العوده ثم كلام ثاني. اما اليوم هذا النادي الاهلي هو خلص المباراه في الشوط الاول، هو في تونس منتصر عن جداره واستحقاق 3-0، مش مدرب صفر بعمل كبير، مدرب محنك عارف كيف يوظف اللعيبه نتاعو في الملعب، ثم انتشار محكم في الملعب. ما ثماش كي تشوف في نادي الاهلي تحس اللي هو فريق بصراحه اليوم، تحس اللي انت تتفرج في برشلونه تتفرج فيها معناتها في ايامات انيستا وايامات جزافي وميسي، تحس اللاعبين معناتها ممتازين، عارفين شغل بعض، يعرفوا التمركز نتاعهم، يعرفوا التحركات نتاعهم، كل لاعب كل ما يعطي كوره يعرف الكوره وين رايحه، واللاعب فين ينتقل الانتقال نتاعه ماذا يكون بالسرعه وبالكيفيه هيك. واللاعب نتاع جنوب افريقيا اللي هو احدث الفارق اليوم بصراحه، لاعبين ممتازين، برافو برافو عليك. معناتها اللاعب معناتها قوه وسرعه وتكنيك، هذاك اللي اعطانا الفارق. شرحنا لما نقولوا على اللاعب المحترف اللي يجي مش يعطي الاضافه، يعطي الاضافه، واليوم سجل هدفين مش من باب الصدفه، بعمل جبار قاعد يقوم به مع المجموعه كلها. الحقيقه دايما راي لعيبه الكوره بيبقى مهم جدا، لانه اولا بيتفرج بالاحساس بتاعه، وبيتفرج بخبرات الملعب، وبيتفرج وهو عايش الصوره. فالكابتن خالد بدره بيقول لك وانت بتتفرج على الاهلي مع مارسيل كولر في الاداء تحس انك انت بتتفرج على برشلونه، من حيث فكره التحرك الجماعي وشخصية الفريق في الملعب.
مفيش حد لوحده بارز يا باشمهندس، الفريق كله الجماعيه، هو يقصد يشبههم الجماعيه مش المستوى، يعني في على درجه عاليه من التناغم فيما بينهم. انا يعني كاشي شويه، انت عندك قلق، لكن خلينا نبص للامور بنظره الاخرين. قال لك تحركاتهم بتبقى مدروسه. طبعا بيرسي تاو لاعب ممتاز جدا، قال لك ادى قوه وسرعه وتكنيك للاداء، صنع الفارق بعمل جبار قام بيه مع المجموعه كلها. دي كلها يا جماعه دي مقومات تفوق. احنا لما بنتكلم عنها افتكروا الناس اللي قالت بيرسي تاو صفقه مضروبه، افتكروا ان الناس اللي قال لك عنده اصابه مزمنه، افتكروا ان الناس قال لك مين اللي حاسب الناس دي، افتكروا ان الناس قال لك اهدار المال العام. كل الناس دي اللي اتكلمت هي فين من هذه الاراء الايجابيه المتوهجه بحق فريق واصل لهذا المستوى من الاداء؟ مش عايزين اعتذار من حد، بس ربنا يديمها نعمه. هنشوف كمان على ذكر نجوم الكره التونسيه، الكابتن امين الشرميطي بيتحدث في القناه الاولى الفضائيه مع الزميل كريم مهاجم رمزي، مهاجم كان هايل على الاهلي والترجي. كنت واحد من افضل المهاجمين العرب، هل النادي الاهلي فوضك للانضمام للفريق؟ والله الحقيقه يعني كانت في عديد العروض، لكن تعرف احنا اللاعب خاصه احنا في تونس كان دايما حلمنا هو ان يروح لاوروبا عشان تجربه اوروبيه، لكن هذا ما يعنيش انه اي لاعب عربي يتمنى انه يتقمص زي النادي الاهلي، خاصه النادي الاهلي، خاصه انه احنا نعرف يعني كلاعبين ممكن عندنا علاقه بال ولا قريبين ونعرف الاجواء الداخليه للانديه، يعتبره النادي الاهلي يعني نادي اوروبي موجود في افريقيا، خاصه انه عنده اداره، مجلس اداره كبير، مجلس اداره محترم، ناس محترفه باتم معنى الكلمه، نادي اللي تاريخه يحكي عليه، مش امين شرميطي باش اليوم يقلل في اسم النادي الاهلي ولا بالعكس. شوفوا جماعه، انا دائما اشعر القيمه الاكبر في الحياه الاحترام، تسبق الحب وتسبق اي حاجه ثانيه الاحترام. وعندما تتكرر جملة الأهلي نادي أوروبي في إفريقيا أو في المنطقة، أشعر بهذا القدر من الاحترام، لأن ده الانطباع اللي الناس واخداه عنك، وده الانطباع الذي ما زال مستمرا ويجب أن نعمل على استمراره. ولكن أيضا على فكرة هو الكلام ده يا جماعة بيجيب لك شعبية برة، لأنك أنت شعبيتك مش في الداخل. شوف احترام وانتماء فنانين عرب للنادي الاهلي عامل ازاي. الملحن التونسي سمير عقربي بيسالوه في قناه تونسيه عن انتمائه، وكان راجل ترجاوي، قال ايه بقى سمير عقربي؟ نشوفه. فريقك المفضل؟ احنا الاهلي. المصري. انا اهلي المصري. نعم المصري. ما فهمتكش. انا اهلاوي يا فندم. يا اخي لبيه سمير. انا اهلاوي يا بيه. بيه شنو يا ولد؟ انت اهلاوي؟ تحب الاهلي المصري؟ هو مرضى واحد يحب الاهلي؟ اخي مولود في الحلفاوين بمسويقه الترجي. مش كنت تحب الترجي؟ كنت. شنو علاقتك بالاهلي المصري؟ عملت مرحله، نحب له اسمه نسير، وقعدت نثبت ان هي فريقي اللي يعجبني. لقيت الاهلي المصري هو احسن فريق يعجبني. هو اللي شبهني. كي يلعب ضد الترجي. نحبه يربح. الاهلي احنا الاهلي تحبوا يربح؟ اه طبعا. خائن. انا لا ما خنتش ناديه، انا النادي متاعي اليوم هو الاهلي المصري، ولما بيخسر الاهلي المصري بزعل كتير. بص يا باشمهندس، سمير عقربي بيقول له انت مولود في باب سويقه، باب سويقه منطقه لا قال له اللي منها الترجي. ايه؟ قال له ايه؟ قال له الاهلي يا بيه. قال له ما فهمتكش. قال له انا اهلاوي. فبيقول له انت مولود في باب سويقه اللي هو معقل المنطقة اللي فيها الترجي. قال له ماله، أنا ما خنت الترجي، أنا أهلاوي. هو ده الأهلي اللي حبه عابر للحدود. أنا عايزك الحقيقة بقى كمان تسمع منذر الكبير، لأنه في وجهة النظر لنا يعني أراها واقعية. طيب منذر الكبير كلامه، هو راجل تونسي، كلامه مهم جدا في منطقتين. المنطقة الأولى أنه هو المدير الفني للرجاء اللي الأهلي أقصاه في الدور اللي فات، وهو كتونسي باصص لمباراة الأهلي وكواحد من اللي شغالين في المغرب فرصة الوداد مع صن داونز. أعتقد
رأي منذر الكبير التونسي المدير الفني للرجاء المغربي مع الكابتن مدحت شلبي مهم. شايف ان الاهلي حسم التأهل للمباراة النهائية ولا ما زال في الامور امور فنية من وجهة نظرك؟ يعني الكرة تعلمنا لكونه ما نقوله تحسمت النتيجة الا ما الحكم يظفر نهاية المقابلة بشكل عام يا كابتن. ما نساوش لك بشكل عام الترجي ما يسلمش فريق بالانجازات وباللاعبين نتاعه وبرجالاته، فريق مجروح والفرق الكبيره وقتها تكون مجروحه اكيد باش تعمل رده فعل مهمه باش تكون صعيبه اكيد. الاهلي قطع شوط كبير للترشح، لكن في كره القدم بالنسبه لي انا كل شيء ممكن. الترجي باش يكون موجود باش يعمل مقابله كبيره وبعدين سنرى ماذا سيحدث في مباراه سان داونز مع الوداد في المغرب. هل توقعت النتيجة دي يا كابتن ولا كنت متوقع أن أي منهما يستطيع أن يفوز على الآخر؟ هو أكيد وقت تتفرج في سان داونز أي مقابلة في سان داونز ما تتوقعش اللي كونه باش يخرجوا من غير ما يسجلوا أهداف. فريق متكامل عنده قوة كبيرة في الخط الهجومي، يلعب بكرة عصرية كرة فيها السرعة والقوة وفيها خاصة التحكم في المساحات. يعني وقت تكون فما مساحات كبيره يعرفوا يستغلوها، وقت تكون فما ما فماش مساحات يعرفوا كيف يخلقوها. فيه تسديد من بعيد، فيه الواحد ضد واحد قويين، فيه تفوق عددي في على مستوى الاروقه والاجنحه يقوموا به بشكل تكتيكي كبير. صعب وقت سان داونز يلعب تقول باش يخرج من غير ما يسجل اهداف. الوداد ما استغلش التفوق العددي، لكن لقى قدامه فريق ولو كان ناقص لاعب كان فريق متكامل، كان فريق قوي على المستوى الكل، ولو عنده في المحور نتاعه في بعض الاحيان يقوموا باخطاء مجانيه واخطاء تنجم تكون عندها تاثير كبير على النتيجه وعلى الترشح. شوط اول تعب في 0-0، نزلت مقابله ثانيه. الوداد هو صاحب النسخه الاخيره، الوداد عنده لاعبين عندهم تجربه كبيره في الكوره، كل شيء ممكن. هذه مقابله ثانيه نجم نقول 50-50، صعيب 50-50 نعرف اللي كونه سان داونز عنده على ميدانه ما يساومش وعنده قوه كبيره على مستوى تسجيل الاهداف، لكن انا راي اللي كونه المقابلة باش تكون صعيبة على الفريقين. على الفريقين. أنا شايف إن منذر الكبير هقولها بطريقتك. كان أكثر الآراء واقعية. ليه واقعية بقى؟ هو قال لك عودتنا كرة القدم ألا نطلق الأحكام إلا بعد صفرة النهاية. صفرة النهاية هنا لازم تبقى في مباراة العودة. العودة طبعا. سواء للأهلي أو سواء للوداد. للرجاء ان شاء الله. للترجي قصدي. لا. انت على الماتشين. انا اتكلم على الماتشين. يبقى صفارتين مش صفارتين. البعض يرى ان الاهلي اخترب. ممكن النتيجه بتقول كده، ولكنه لم يحسم الامر. طيب. وقال كده الفرق الكبيره المجروحه احذر، ما معناه احذر النمر الجريح. واكرر واحذر واتمنى التوفيق للنادي الاهلي غدا باذن الله. لو دخلنا على ماتش سان داونز والوداد، الكثيرين يروا ان ازاي سان داونز و10 و9 افراد في اللحظات الاخيره خرج بنتيجه 0-0 والوداد ما قدرش يحرز اهداف. ولكني ارجع اقول لك نتيجه 0-0 اخطر نتيجه على عكس ما يعتقدها البعض تخرج بها الفرق الكبيره خارج ملعب. لانك انت اي جون يخش في ملعبك وقد سبق لسان داونز ان فعلها. ايوه. للوداد ان فعلها. ما هو الوداد ما هو بطل النسخه الماضيه. ايوه. ما هوش فريق يعني. لا حامل لقب. حامل اللقب. هو فريق كبير وعنده اذا هو اللي بيقول 50-50 عنده امل ان الوداد يقدر يجيب جون ويزداد تزداد الصعوبه. وهناك نتيجه اخرى قد تعلق المباراه الى ضربات الترجيح 0-0 1-1 يتاهل الوداد. اذا في مخاطر في هذه المباراه، وان كان العقل يقول من استطاع ان يخرج سالما
بعشر أو بتسع أفراد أمام الوداد خارج ملعبه يبقى فرصه أكبر. آه فرصه أكبر، ولكنها كرة القدم. إذن الماتشين بتوع بكرة مش محسومين. طيب أداء الأهلي في المباراة الأولى كيف رآها البعض هنا بقى؟ الحقيقة كابتن ضياء السيد نجم ومدرب الأهلي السابق ومدرب المنتخب الوطني السابق كثيرا أو غالبا أو دائما ما ينصف الأهلي وجهازه الفني. نشوف الكابتن ضياء السيد. النهاردة بتوصل مع النادي الأهلي لتاسع مباراة كلين شيت. مظبوط. فدي شوف بعد ما خسارة من الهلال والقلق اللي حصل في صن داونز والخماسية وقبلها 2-2، فبص الدنيا اتغيرت. هو عشان كوتش كبير فبيشوف الغلطات اللي بيقع فيها ودايما بيشتغل على الغلطات. عشان كده بقول لك انه نجاح الاهلي مع كولر في التعلم من الاخطاء، التعلم من الاخطاء بتخليه يعالج وبيعالج علاج سريع. والميزه الكويسه ان في تجاوب وبنشوف النتيجه دي من اللعيب. فهو بيشتغل بشكل كويس جدا، بيشتغل بتكتيك كويس على طول، مخلي اللعيبه في حاله استعداد بشكل كبير لاي مباراه. قالوا له هتلعب السوبر، كان المفروض الاهلي والزمالك، وبعد كده بقى في خلال يومين لم الورق بتاع الزمالك، الزمالك اعتذر لم الورق وابتدى يشتغل على بيراميدز. اشتغل وخد بالك اي مدرب الحاجات دي تلخبط الدنيا يعني. فهو بيشتغل دايما زي عادة النادي الاهلي، عشان تتفوق اشتغل على نفسك وصلح الاخطاء اللي انت شايفها عشان تتفوق على اي خصوم. اشتغل على نفسك. هو بيشتغل بشكل كبير واللعيبه في تجاوب كبير جدا، وفي مع المكسب اللي انت بتشوفه ده ومع الارقام اللي انت بتتكلم عليها، فكل الحاجات دي نتاج جهد اللعيبه واستوعابهم للتعليمات بتاعه كولر بشكل كبير. الحقيقه واحد من الناس اللي برتاح لتحليله، لان هو مش شاغل دماغه باي اجندات غير الملعب ويرى الامور على حقيقتها، وتشعر برضو الاهلي في قلبه. اي فهو ينصف، هو مش عمال يعني لا بيطبل ولا بيتشدق، ولكنه بيدي كل واحد. قال لك الراجل ده مدرب كبير، الزمالك الزمالك الزمالك، فجأة لقى بيراميدز راح لمم الورق ده، مطلع الورق الثاني وابتدى يشتغل عليه وبسرعة، وبيشتغل على نفسه وعلى نواقصه وعلى نقاط الضعف عشان يتفاداه سمة المدربين الكبار. وده راجل مدرب ومدرب منتخب مصر. صحيح. فأنا برتاح له، زي ما ساعات لما اسمع كده مثلا وليد صلاح الدين الاقي وجهه نظر مختلفه. ساعات يعني في ناس كابتن عماد متعب تدي لك منظور تضيف مختلف، زاويه مختلفه. ولكن انا عارف ان انت عمال تقول لي الاستاذ حسن مستكاوي وتحذيرات حسن مستكاوي من مباراه الغد. نشوف الاهلي لعب مباراه كبيره جدا، مش علشان الترجي ضعيف، انما احنا بنتكلم على مباراه. هذه المباراة أدارها الأهلي بشكل ذكي جدا وحكيم جدا، وكان يدرك تماما الراجل مارسيل كولر أن الترجي هيبقى فيه حالة اندفاع، فكل الأهداف تقريبا حتى بما فيها الهدف الأول من هجوم مضاد سريع جدا في مساحات فاضية يعني. الأهلي كمان في الشوط الثاني عمل شو عشان المساحات الفاضية، انما عمل شوف الهجوم المرتد، تلاقي خمسه لعيبه في سبرنت وكل واحد في اتجاه، واللي معاه الكوره بينقي بقى، عنده خمس اختيارات او اربع اختيارات يمرر يعني. دي مش نتيجه كبيره، هل استحسنت النتيجه دي ولا كنت شايف انه يعني نتيجه كبيره جدا طبعا، بس يعني كان ممكن تبقى اكبر. وعلى فكره ماتش الترجي هنا في القاهره هيبقى صعب. يا تقول لك صعب، لان لعبت الترجي ونادي الترجي مش هيلعب عشان يتأهل أو ما يتأهلش، سيقاتل من أجل كبرياء الترجي. ودي نقطة لازم الأهلي يبقى فاهمها كويس جدا. صح. لما يبقى في فريق جاي بيقاتل عشان كبريائه وعشان سمعته، دي تفرق كتير، بلاش تفرق كتير كمان، ده خطر. فلازم الأهلي يتعامل بمنتهى الحزم والقوة في هذه المباراة. أستاذنا العزيز حسن مستكاوي شاف الأهلي لعب مباراة ذكية،
شاف ان الترجي ما كانش ضعيف، ولكن الاهلي هو الذي كان ذكيا وفرض اسلوبه على الترجي واستطاع ان يظهر بهذا المظهر. وهنا يا جماعه ان مش كل الاهلي ما يجي يعمل نتيجه ايجابيه يبقى عشان اللي قدامه ضعيف، واذا تعادل اهدر فرصه عظيمه، واذا كسب ثلاثه وضيع فرصتين ما ضعفتش النتيجه ليه؟ كرة القدم ادي كل حاجة حجمها، هتبص ليها ممتعة جدا. أستاذ حسن بستكاوي ادى الأهلي حقه وادى الترجي حقه في ايه؟ الترجي فريق كبير ومجروح، واحذر المجروح. مش ده اللي بنقوله؟ ده كلام مهم جدا، وكمان تأكيد المهندس عدلي على فضيلة الاحترام، وأهم حاجة في العلاقات الإنسانية الاحترام، وإن اختلفت الانتماءات وده أمر طبيعي، لكن الحقيقة تأكيدا لده واحد من الحريصين على ده ربما لأنه كابتن حسن شحاتة كان نموذج للاحترام في علاقاته الرياضية. كريم حسن شحاتة رأيه في قدر عالم الاحترام. الأهلي شرفنا بصراحة، الأهلي يعني أثبت أنه فريق كبير، وأن أهلي هو عملاق أفريقي، النادي الأهلي هو عملاق أفريقي، مش مجاملة بقى ولا عشان الأهلي كسب، لا، الأهلي بسهولة فائقة قدر يفوز على الترجي في تونس. يعني دايما النادي الاهلي بيبقى عنده هدف واضح ايا كان الظروف اللي قدامه، يعني ممكن ايه فرقه يعني غير الاهلي تستهتر يقول لك الترجي يعني عنده مشاكل وعنده اصابات مهمه ومفيش جماهير، فلا الاهلي نزل مركز، نزل عارف هو عايز يعمل ايه. الاهلي عايز اقول لكم حاجه، شوف الاهلي كسب 3-0، الاهلي كان ممكن يكسب الماتش ده 6-7. بيعجبني كمان في النادي الاهلي ان هم اللعيبه والجهاز الفني واداره النادي بالجماهير المنظومه كلها في النادي الاهلي بيبقوا مركزين في هدف واحد وهو المكسب وهو الفوز. الاهلي بيجيب جون وعايز يجيب الثاني، الاهلي بيجيب الثاني وعايز يجيب الثالث، الاهلي بيجيب الثالث وكان ممكن يكسب 5-6 في الماتش ده. عايز احيي كمان كولر، ازاي انا اعرف اتحكم في لعيبتي، ازاي اجهزهم نفسيا، ازاي اجهزهم بدنيا، ازاي اجهزهم خططيا، اجهزهم خططيا لمواجهه الترجي، ازاي اتحكم في الفرقه واعمل كنترول على اللعيبه وانا كسبان 2-3. شوف كابتن كريم طبعا اشاد بالاهلي وادى حق الجهاز الفني وادى حق اللعيبه، وقال ازاي انا اقدر اتحكم في النجوم وازاي اقدر اوصلهم الى هذا المستوى البدني اللي يتيح لي البدائل الكثيره، وقال ان ازاي نبقى كلنا على قلب رجل واحد وهدف واحد، وده اللي شفناه في المؤتمر وعبر عنه كولر وكابتن محمد هاني. ده كلام تحب تسمعه لان هو ده الدروس بتاعت كره القدم، انك انت تحترم العمل، تحترم الجماعيه، تحترم التفاصيل، تحترم انك باستمرار شايف كل حاجه في حجمها. فالنهارده كولر اكد الماتش الجاي مش سهل وهنحترم المنافس، وده اهم حاجه. عايز انت تتكلم. ده كلام مهم جدا، ويبقى كل التاكيد على وجوب التركيز والحذر في مواجهه فريق بقيمه الترجي، فريق له قيمته، له تاريخه، له كبريائه، ناس شافت انه اتجرح على ارضه لدرجه انه كابتن طارق دياب الرمز التاريخي الكبير للترجي يعني بكى وهو بيعلق لأحد البرامج التونسية لما تذكر أنه وهو في استديو البي إن بعد المباراة كابتن وائل جمعة قال لك أنا زعلان أنه المباراة خلصت 3 بس، الأهلي كان لازم يكسب أكتر. ساعتها حس طارق دياب أنه كبرياء الترجي اتجرح فقال لك أنا بكيت. هنا يا جماعة ده معناه إيه؟ أن أنت هتواجه فريق محتاج تاخد بالك جدا جدا بكل الحذر، ان انت مباراة الذهاب انتهت 0-0. كابتن سيد عبد الحفيظ شغال على هذه الفلسفة، المباراة بالنسبة لنا خلصت 0-0، انت بتواجه الترجي في مهمة جديدة، في مباراة جديدة، انت بتحترمه جدا كل الاحترام وبتركز في مباراتك كل التركيز. ما عندناش وقت ناخد حلم طولان، مهم جدا الكلام اللي قاله. طيب يعني كلام الكابتن حلمي مهم هناخده، لكنه على فكره باستمرار حلمي طولان منصف وباستمرار بيقف الموقف الراجل بيحترم نفسه المحترم. طبعا يعني احنا قلنا كريم، شفنا كريم لانك انت في النهايه كريم اكيد شاف الكابتن حسن شحاته
عمره ما بتطلع منه العيبة في حق الأهلي أبدا. أكتر الناس اللي بتنصف الأهلي دايما الكابتن حسن شحاتة، الكابتن فاروق جعفر، كابتن طه بصر عليه رحمة الله، والكابتن حلمي طولان، بناء على رغبة المهندس عدلي نشوف. لا، عايز أتوقف عند كلامه. الحقيقة مجالس إدارات الأندية عندها الوعي ده إنه المدير الفني بيبقى عنده لازم ياخد وقت ولازم ياخد فترة إعداد ولازم يختار اللعيبة اللي هو عايزها ولازم ولازم الحاجات دي؟ مش كلهم. مش كلهم. لا لا لا. يعني اتنين تلاتة. ياه. أنا بقول لك كده. في تاريخك؟ أنا بقول لك كده. كابتن حلمي حاجة بتمرن بقالك كتير. هقول لحضرتك على حاجة. يعني النادي الأهلي في على مدار تاريخه. على مدار تاريخه. لأنه مؤسسة بيدار كمؤسسة احترافية يعني من ساعة مواعيد على الكورة، والنادي الأهلي هو النادي الأهلي دلوقتي. النادي الأهلي من 50 سنة 60 سنة 70 سنة هو النادي الأهلي دلوقتي. ليه كابتن حلمي طولان بيبقى دايما عنده حرص وهو بيتكلم وجات سيرة النادي الأهلي اتكلم عنه بكل خير، ليه دايما كده يا كابتن حلمي؟ لأن بقى راجل كذاب وراجل مش واقعي وراجل بفقد مصداقيتي بشكل كبير جدا لو قلت غير كده. النادي الأهلي ضروري لما يجي سيرته ضروري تتكلم عليه باحترام لأنه يستحق ده. يعني ما فيهاش كلام. يستحق ده. وده احنا شايفين على عينك يا تاجر. العمليه واضحه جدا يعني مش مش محتاجه راي كمان يعني. كدابه. شوف بسرعه كده يعني كان قال كلام تاني مهم لكن زي بعض عشان الوقت. انت عايز تسالني سؤال لكن انا بس اللي عايز اقول جمله واحده. قال لك النادي الاهلي بتاع دلوقتي هو بتاع من 50 سنة او 70 سنة. وعشان كده أنا كلمتي الدائمة التي وجهها لجماهيرنا الحبيبة حبوا الأهلي كما وجدتموه. هي دي المؤسسة. الحقيقة مجلس إدارة النادي الأهلي هذا الأسبوع اتخذ قرارين مهمين. قرر تعيين خبير التسويق الكبير الأستاذ محمد كامل مستشارا تسويقيا لمجموعة شركات النادي الأهلي علشان يشارك مع هذه الشركات في النادي الأهلي في تنمية مواردها وتعظيم قدراتها. عندك تعليق؟ اه طبعا. وانا قعدت معاه يعني فورا. أيوة. مش هضيعه. محمد كامل من وانت عاصرته وعيشه واحتكيت بيه من النوع اللي ما فيش عنده حاجه اسمها فكره مجنونه او مستحيله. فدايما عنده فكره يصدقها يسعى اليها مهما كانت صعوبتها. أيوة. حبيت استفيد انا من طريقه تعامله وعلاقاته. وأنا وغيري من الشركات يعني والكابتن الخطيب طبعا كان مؤيد لهذا تماما وبيحفزنا عليه. وننتظر من جراء هذا الاحتكاك خير كتير إن شاء الله. كما قرر المجلس تعيين الكابتن بدر رجب مديرا فنيا لقطاع الناشئين. من أسبوعين تقريبا لو تفتكروا لما جبنا بدر على التليفون وأنا قلت له المهندس عدلي جاهز، ها؟ قال لك أنا جاهز. الحقيقة رغم ارتباطه بالعمل مع نادي الجزيرة الإماراتي بارتباط عمل كبير وهو رئيس قطاع الناشئين هناك وبقاله السنوات عامل تجربة كبيرة قوي، الأخوة في الإمارات متمسكين به، لكن بمجرد ما الكابتن الخطيب كلمه وطلبه ما فكرش بدر ورجع فورا عشان يبدأ مشروع جديد. بدر رجب وتجربة كبيرة. بدر رجب بسرعة بقى. بدر رجب هو تلميذ كورفر. وكورفر وهو موجود كان شايفه أنبغ تلاميذه. أيوة. وهو ماشي أوصى أن يبقى هذا الرجل لأنه تشرب التجربة وحيقدر يعمل حاجة في قطاع الناشئين. أيوة. لما خرج إحنا عبينا نستحدث تجربة كورفر، جبنا بروكيتش التشيكي قعد 4 سنين أفاد في تنظيم معين وأفاد في علاقات مع الاتحاد التشيكي. أول ما مشي نفكر في مين؟ في بدرجة، في التلميذ النجيب. لكن انا برضو عايزين تدوا بدر وقته علشان التوقعات العاليه دائما بتلخبط الحسابات. هو جاي دلوقتي نحط النظام ونتمتع بثمار يعني قدامنا. كابتن بدر رجب مديرا فنيا للقطاع، الكابتن خالد بيبو مديرا اداريا للقطاع. اعتقد هنا يتم التكامل والتناغم من اجل الاهلي دائما. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا. وعلى خير نلتقي مساء الاثنين القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.
كلام بجد شد وجذب خد وهات وهات وخد بص شوت عدي فوت لا ملعوبة حلوة